السلام عليكم صلى الله على امين الحمد لله والحمد والسلام على دار الدور كلها امين. كلنا محتاجين نتعلم، حتى لو احنا كبار محتاجين نتعلم، حتى لو عدينا 70 سنه محتاجين نتعلم. واللي بيتعلم ده شاطر، واللي بيقبل التعليم ده شاطر لانه بيطور نفسه. ساعات احنا بنطلب من ولادنا ان هم يطوروا نفسهم واحنا لا، جامدين. فاحنا محتاجين كلنا ان احنا نتطور، محتاجين كلنا ما نبقاش جامدين، نبقى مرنين عشان نطلع اجيال سويه، اجيال بتحب ربنا بجد، اجيال بتحب الكنيسه، اجيال بتحب البيت، اجيال بتحب الاسره، اجيال بتحب الخدمه، اجيال ما عندهاش روح العراك والخناق والشتيمه. عشان كده احنا ابتدينا استاذ ناجي هيدينا محاضره النهارده عن تكوين تاثير الاهالي، تاثير اولياء الامور، تاثير الخدام على تكوين شخصيه الطفل. احنا طبعا مش استاذ ناجي من حبيتك، ربنا يعوضك استاذ ناجي. مساء الخير عليكم، انا مبسوط جدا اني موجود معاكم. أنا أكلمكم عن موضوع اللي أبونا قال عليه من خلال نظرية اسمها Transaction Analysis أو تحليل الشخصية. نتكلم بطريقة واقعية وهنعرف قد إيه إحنا لينا دور كبير قوي في بناء شخصية أولادنا. ومن خلال اللي إحنا نتكلم فيه ده مش هنشوف بس شخصيات أولادنا، لا هنشوف كمان شخصياتنا احنا اتكونت ازاي واحنا محتاجين ايه علشان نعدل او نطور من نفسينا، وبالتالي كمان نساعد في ان اولادنا يبقى ليهم كيان داخلي كويس. انا عايز احكي لكم حكايه الاول عن الكلام اللي انا هحكيه ده. في يوم من الايام كده كان في دكتور اسمه بينفيلد. الدكتور ده بيعمل عملية لمريضة عنده، يعمل لها علاج للصرع. وكان زمان أيام الفترة بتاعته ما كانش فيه علاج غير إن هو يعمل عملية جراحية، ماشي؟ وهو بيعمل العملية الجراحية دي، ونشوف جزء منها يعني، لمس بالمجاس بتاعه جزء من المخ بتاعها. وهي بتكون في العملية يعني زي ايه، في بعض الأحيان ممكن تفوق وتتكلم زي بنج موضوعي كده. وبعدين ممكن يسألها أو ممكن تقول، ممكن تتكلم، بس خلايا المخ كمان ما بتشعرش بالألم زي الجلد كده والحاجات. يعني أنت لو كلت حاجة حامية هتشعر بالألم فين؟ في اللسان. بعد كده تدخل جوه، انتهت القصة. وهو مش واخد ديره خالص، مش يعني حركة كده بالصدفة، لمس جزء من المخ فلقاها استحضرت حالة من حالات كانت عايشاها زمان، مش تذكرتها يعني افتكرتها، لا دي عاشتها تاني. زي المجاس ده كأنه لمس حتة في الدماغ فخلاها تعيش حالة تانية. زي مثلا بتقول له دلوقتي انا حاسه ان بابا بيمرجحني وشعر بمشاعر اللذه الجميله اللي كان بيمرجحني وكده. فراح استغرب شويه فنقل المجاس نقطه تاني فقالت له استحضرت حاله تانية. طب ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ المجاس ده عمل زي نوع من التريجر كده او التنشيط لحاله هي عاشتها قبل كده فابتدت تعيشها في الوقت الحالي. زي ايه؟ زي مثال هقوله لكم. واحدة اتجوزت جديد، اوكي؟ فجي جوزها قال لها ليه الجرايد مش في مكانها؟ وعمل شاور بصباعه كده. وقال لها بالتوب ده، ليه الجرايد مش في مكانها؟ راحت عملت ايه؟ قالت له ايه؟ انا مش خدامة عندك. انت تدور تعمل حاجتك بنفسك. وانفعلت جامد جدا. فلقاها كده ما فهمتوش فحسكت. فهي لما لقيت رد فعله مختلف شويه ابتدت تراجع نفسها، انا قلت كده ليه وانفعلت جامد كده ليه؟ اتريها بقى كان بيحصل ايه؟ لما كانت طفله
وبابا لما ما يلاقيش الجرايد في مكانها يعمل ايه؟ ليه الجرايد مش في مكانها؟ دي تبقى خناقه ضخمه ويضرب ماما، وهي كطفله كان فيها مشاعر ايه؟ الخوف والذعر والذنب. فاول لما حصل انه شاور وقال نفس الكلام، كانه لبس حته من دماغها، بس حته ايه؟ نفسيه. فاستحضرت حاله كانت بتعيشها وما قدرتش تفرق، اتصرفت برد فعلها الحالي بخبرات الايه؟ اللي فات، ما عرفتش تفهم ان باباها غير جوزها. تريجر، حاجه نشطت جزء، فاستحضرت حاله من اللي كانت عايشاها زمان فردت بالحاله بتاعت زمان دلوقتي. زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ واحنا ماشيين مثلا في الشارع وشمينا ريحه بخور عند محل دكان، ايه اللي هيجي في ذهنك؟ الكنيسه. وممكن واحد يقول لك العشيه، واحد يفتكر راح تاني يوسف سالم مريم، واحد يجي يكيهك، صح؟ البخور دي رغم ان هي في الدكان ملهاش علاقه بالعباده اللي بتاعتنا، لكن عملت تريجر او تنشيط خلتك تستحضر حاله انت عشتها قبل كده، فابتديت تشعر بنفس الايه؟ الامر. فاهمين القصه دي؟ فالحاجات اللي بنعيشها وبيعيشوها اولادنا بيجي مواقف تعمل فيها ايه؟ زي التنشيط ده او التريجر ده، ها؟ فممكن يروحوا مسترجعين الحاله اللي كانوا عايشينها معانا. زي ايه بقى مثلا؟ نوضح اكتر. زي بنت كان عندها مشكله ضخمه جدا وهي شابه، يعني كل ما تعمل انترفيو في حاجه كان قبل ما تعمل المقابله دي جالها خوف شديد قوي. طبعا اي حد مننا ممكن يخاف عادي في التقييم، يقلق هيقبلوني ولا لا، بس قلق وخوف مقبول. لكن دي حاله من الهلع، حاله من الخوف الشديد. ليه بقى؟ لان في التقييم ده هي بيعمل لها تريجر، تنشيط لحاله، لحاجه كانت عايشاها مع مامتها، ان مامتها تملي بدون قصد، يعني بتنفعل تقول لها بنفس في المشوره بناخد نفس الكلمات اللي بتتقال ما بنضيفش عليها. اقول لكم هي كانت بتقول ايه؟ انه انت مش هتنفعي في حاجه انت هتفضحيني. الكلمه دي اللي اتكررت في اول ما يجي نوع من التقييم انها فيها نفع او عدم نفع، يحصل انه الكلمه دي مع المشاعر اللي جوه تستحضرها من غير ما تبقى واعيه قوي، بس خايفه وقلقانه وايه؟ تعيش بالامر ده في الفتره اللي بعدها. فاهمين القصه دي؟ زي بنت مثلا كانت بتيجي تدخل المستشفى يغمى عليها وتنهار، بيجي لها بانيك جدا. ليه بقى؟ أو ما تشم ريحة التعقيم، يحصل لها تريجر كده. الريحة دي مرتبطة بإنه زمان كانت طفلة كانت بتزور باباها، فحصل إيه؟ الممرض أخدها في أوضة التعقيم كده وأذاها أو اعتدى عليها، فالمشاعر بتاعت الحالة دي بترجع لها. فكل ده بيحصل كان ممكن يكون تون نغمة كلام تخليك تتذكر بعض حاجات، طريقة مشاورة معينة متسجله في الدماغ. عشان كده طلع بقى بينفيلد قال ايه؟ ساب الطب النفسي وتخصص في حته اسمها ازاي الانسان بيتذكر ويعيش الامر. فالدماغ ما بتنساش حاجه، كل حاجه بتتحفر بيها. عايز اقول لكم بقى، جه واحد بعديه اريك بيرن وعمل النظريه بقى دي، وقال ازاي كل الحاجات دي بتتخزن في الكيان بتاعنا وبتاع اولادنا، وعمل لها تقسيمه حلوه قوي هتفيدنا جدا. واحنا بنعملها مع بعض هتلاقي انت وانا واولادنا. فقال لك انه كل واحد مننا في كيانه الداخلي شخصيته، يعني افكاره ومشاعره وارادته. يعني انتوا عارفين كده اي علم معني بالانسان بيبص على الانسان بهذا الشكل، سواء الطب النفسي او المشورة او اي علم يخاطب الانسان بيبص على الانسان مثلث دوري. أو مثلث فيه ثلاث نقط، الإنسان في عين الطب النفسي أو المشورة، حاجة اسمها التفكير والإدراك. حاجة النقطة الثانية اسمها المشاعر والوجدان. والثالثة الإرادة والسلوك.
ده الإنسان اللي في الطب النفسي أو المشورة النفسية، خصوصا المشورة يعني لأنها تتعلق بالسوفت وير بتاع الإنسان مش بتاع الكيمياء. يعني الطب النفسي بيتعلق بالكيمياء والمواد والدواء، لكن مش بيتعلق بالأفكار والمشاعر والإرادة والذهن والسلوك والاحتياجات النفسية وحاجات كتير. فهو ده التفكير والإدراك، المشاعر والوجدان، الإرادة والسلوك. حتى في الكتاب المقدس يقول ايه؟ اذا عملت اي تغيير تغيروا عن شكلهم بتجديد اذهانكم. غير التفكير واللي اتخزن جواك وجدده، ابتدي عندك تولد مشاعر جديده واراده جديده. صح؟ فجينا ايريك بيرن ده وقال لك انه الانسان بيخزن على ثلاث مخازن مهمه جدا في كيانه الداخلي. أول مخزن اسمه البيرنت، اللي هو المخزن الأبوي، اللي هو منين بيخزنه؟ بيخزنه من بابا وماما والخدام والتصوني والمدرسين وأبونا، الناس اللي ليهم سلطة أبوية عليه، اللي هم مثال ليه، اللي هم فيهم سلطان الحب والعطاء والخبرة والثقة والتلقين. فبيخزن منهم في البيرنت ده. واللي بيخزنه هنا لما بيحصل نوع من التريجر او الموقف المشابه او بيقابل حاجه يروح مطلع منه. اوكي؟ وبعد كده بيخزن حاجه اسمها التشايلد، في جزء كده اسمه التشايلد الطفولي. وبعد كده بيبقى في مخزن ثالث اسمه الادلت الناضج. لأنه هنا متلقي، هنا متلقي، هنا خبراته بقى الشخصية. أوكي؟ في البيرنت بيخزن إيه وبيخزن إمتى وبيخزن إزاي عشان نقدر نعرف هو بيمتص مننا إزاي، عشان نقدر نعرف كمان إحنا اتخزن عندنا إيه ونستخدمه إزاي وإيه المشكلة في كده. أول ما بيبتدي يخزن بيخزن من 6 أسابيع لغاية 7 سنين ونص في البيرنت. بيبتدي من 6 أسابيع لشهر ونص، عشان هو لما بيتولد بيكون عايز شهر ونص عشان يدرك انه بقى جسم منفصل او مستقل عن ماما، لانه بقى له 9 شهور جوه بطنها، فمحتاج يدرك ده، فياخد 6 أسابيع. ويقعد لغايه 7 سنين ونص يخزن، بس بيخزن بطريقه اسمها ايه؟ حافظ مش فاهم. يعني ايه حافظ مش فاهم؟ يعني ما عندوش قدرة على الفحص والنقد. يعني ما قدرش يقول ماما قالت لي انت غبي، عشان هي اصلا اتعصبت، بس لكن ما تقصدش كلمة غبي. ما عندوش خبرة، ما عندوش نقد. هما دول الابوي، دول اللي بيقولوا لنا الحياة، دول اللي بيحبونا بيثقوا فينا. لما بيقولوا كلمة خلاص انا بمتصها، حافظ مش فاهم. اوكي؟ ما عنديش قدرة اللي هي على النقد والفحص. ما اقدرش اقول ان بابا كان غلطان مثلا، ما عنديش القدره دي. صح؟ حتى تلاقي بعض الولاد كده بابا بطل بتاع في السن ده، ما بيغلطش، يقول لك ده صح؟ ساعات بشوف كده. طب ادي بيخزن من السن ده، ودي الطريقه اللي بيخزن فيها، حافظ مش فاهم. هنا خطوره هذا الولد. طب دول لغايه 7 سنين ونص، ايوه، بس خلي بالك ده بيخزن، بيحط الاساسات، لأن بعد كده بيستخدمها لما بيكبر. هنشوف لو ما كانتش الأساسات دي محطوطة كويس، اتحطت حاجات غلط، ويكبر هيتصرف غلط. ولو كانت اتحطت واستلمت حافظ مش فاهم، والندوب ده ما اشتغلش كويس عشان يفحصها، هتلاقيه كبير كده ولسه سوري يعني عمال يردد بعض الكلمات ومش قادر يقرأ الواقع. هنشوفها في الحاجات دي، جامد التفكير. هنشوف حاجات كتير. أول حاجة بيخزنها إيه؟ بيخزن واحد الأقوال اللي اتقالت له. الأقوال اللي اتقالت له. واللي اتقال كتير اتسجل بإيه؟ بوضوح. أنت ذكي. أنت بتقدر تتصرف. أنت هبلة هيضحك عليكي. أنت عمرك ما هتبقي ست بيت. أنت ليه مش بيضة زي أختك؟ أنت سنانك معوجة. انت عمرك ما هتبقى راجل، انت ما بتفهمش، انت تملي حشري، انت عمرك ما قلت حاجه صح،
اوعى تتكلم، انت مالكش رأي، انت كويسة وشاطرة، انت عندك ثقة في نفسك، تعجبني فيكي انك لماحة، الايجابي والسلبي. لكن العجيب ان دماغنا مسجلة كده انها بتتمسك بإيه؟ بالسلبي. عشان كده في قاعدة يقول لك لو في كلمة قلتها سلبية محتاجة 9 ايجابيين عشان تمسحها. فاللي اتقال كتير مع شخصية زي دي حافظة مش فاهمة، ما عندهاش وعي، لأنها بتفحص أو تنقد، فتلاقيه بإيه؟ بيسجل وبيكون حاجة خطيرة جدا، كون إيه؟ رؤيته عن نفسه، عن الناس، عن الأحداث، عن الزمن، عن الحياة. لو كانت سجلت بطريقة غلط فهيبقى رؤيته عن نفسه مشوهة، أحكامه وتقديراته وقراراته ملخبطة، مش قادر ينجح، صح؟ عشان كده في الكتاب المقدس يقول إيه؟ وأنا كنت بستغرب يعني، بحس سوري يعني، بحس إن فيها مبالغة شوية، بس طبعًا طبعًا أنا اللي غلطان. يقول لك إيه؟ كل كلمة ستعطون عنها حساب، كل كلمة؟ كل كلمة بطالة نعطى عنها حسابًا. ده يمكن كمان مش مقصود بيها إن إحنا هندان عنها في الآخر، لا ده هي الكلمة هتنمو وتطلع فيها ايه؟ بطاله، يبقى هتطلع زرع ايه؟ وحش، هاخد هتحاسب عليها دلوقتي مش حتى بعد كده، بعد كده اه اكيد. فكل كلمه بطاله سنعطى عنها حساب. وايه الكلمه دي؟ وانا استغربت برضو، انتوا عارفين، انتوا بتفتكروا ان الوصيه دي فيها يعني، ده عارفين فيها ايه الوصيه دي لو اتاملت فيها شويه؟ ها؟ هي تقولي صعبه؟ دي فيها نوع من القيمة على فكرة، نوع من القيمة. يعني أنا لو كلمتي ملهاش قيمة هدي ليه عنها حساب؟ يعني لو في الشغل عندنا واحد كلمته ملوش قيمة في العمل هيتحاسب عليها؟ طب لو كلمته كشخص مسؤول وقال كلمة يتحاسب ولا لأ؟ فربنا بيقول لنا من خلال الآية دي أو الوصية دي إن أنت لك صورة إيه؟ صورة الله حتى في كلمته، فالكلمة بتاعتك لها قيمة عشان كده هتعطى عنها حساب. فرغم ان الوصية تبان انها يعني شدانة قوي او كده، لكن هي فيها نوع من انها بيقول لك انت اعطيتك صورتي ذات قيمة، كلمتك لها قيمة. وخلي بالكم ان في البدء كان ايه؟ الكلمة. يعني ايه؟ يعني خلي بالك احنا صورة الله، فاخدنا من الله هذه الصورة انه تكون لينا كلمه. فين؟ حتى ربنا متكلم يقول لك ولم، على القديسين يعني او الاباء، يقول لك ولم يجعل ايه؟ كلمه. لم يجعل ايه يا جماعه؟ كلمه تسقط لهم، صح؟ ما سابش كده، نفذ كلمتهم، صح؟ ولم يجعل انه كلمه من كلماتهم تسقط. فالأقوال اللي اتقالت كتير اتسجلت بوضوح، شاف منها نفسه وشاف منها الآخرين وشاف منها. الأقوال دي كمان ممكن تكون أمثلة شعبية وتحولت إلى نوع من المعتقدات. المعتقدات دي بقى خطيرة. معتقدات بقى هنا الخطورة بتاعتها والأمثلة الشعبية، عارفين يعني إيه؟ هقول لكم أمثلة شعبية وبعد كده نشوف موضوع المعتقدات ده إيه؟ بقى المعتقدات دي. الأمثلة الشعبية تشكل رؤيتي وحكمي على الآخرين وعلى نفسي، زي مثلا إيه؟ إنه مش ممكن أتغير أبدا. صح؟ تقال كتير؟ أهي تيجي تكلم واحد يقول لك دي الكلب عمره ما يتعدل، صح؟ وحتى لو إيه؟ هديتك ما هديت وطبع فيك غالب، ودي الكلب عمره يتعدل حتى لو علقوا فيه ايه؟ مش ده الفلكلور بتاعنا اللي ممكن يتكلم مع حد في مشكله ضخمه يقول لك كده؟ هو حافظ مش فاهم، هو خلاص اخذ الامثله الشعبيه دي. يعني مثلا ايه؟ ما انت زي امك. سوري انا اسف يعني انا بقول لكم شويه. ما هو المقلب القدر على فمها تطلع البنت ايه؟ ده ممكن زوج يعامل مراته عشان هي يعني بيعامل مامتها، هي زوجة فانا بعامل مامتها، هي مش موجوده في الحوار. اجري جري الوحوش غريزك متحوش، بتسجل ايه؟ بتكرس القدريه انك ما تجتهدش. يعني الكتاب المقدس بيقول اذهب الى النمله ايها الكسلان وتامل طرقها كيف كذا.
وثروة الثروة بتاعت بتاعت الإنسان هي الاجتهاد، صح؟ إنك تجتهد. لكن اجري يجري حوشهم ياكل رزقك. وهتلاقوا في حاجات كتيرة قوي في الأمثلة الشعبية دي بتشكل دماغنا اللي اتكسر عمره ما تصلح، فتلاقي إنك تفقد الأمل بسهولة وعمرك ما هتتغير وهكذا. وتلاقي بقى في الأمثلة الشعبية دي يعني بابا شنودة ده أخدها بنوع من الإيه؟ من الفحص، لأنه قدر لناضج جامد جدا. الحاجات اللي بيستلمها يفحص، عشان كده عمل كتب الأمثلة الشعبية، صح؟ لأنها بتشكل دماغ الناس، فراح فحصها وقال دي صح ودي غلط ودي ما تنفعش. يعني في واحد دكتور كده عمل معرض لوحات وجاب اللوحات دي بالأمثلة الشعبية، فقال لك أنا لقيت حاجات عكس بعض والناس بترددها برضه مش واخدة بالها. يعني مثلا اللي قال لقيت إيه؟ جواز القرايب إيه؟ نصايب. طيب اللي ما ياخدش بنت عمه ماليش حد يلمه. يعني ادي حاجات ايه؟ امثله شعبيه واقوال اتقالت سجلت بقت معتقدات. يعني ايه بقى معتقدات الخطوره بقى دي؟ انها بقت معتقدات بقيس بيها وبحكم بيها على الناس وعلى نفسي، بس مش بقيسها هي صح ولا غلط. يعني هي اللي بتمشيني بس انا ما قستهاش. زي اللي جبت واحد في القاعه دي وقلت له اعمل لنا ترابيزه وكراسي وبتاع، فلما جيت استلم لقيت ان الترابيزه والكراسي ايه؟ صغيرين. فقلت له انت خدت المقاسات غلط؟ قال لي لا ما خدتش المقاسات غلط ولا حاجه. قلت له امال ايه؟ قال لي وريني المتر بتاعك، لقيته 80 سنتي. يبقى هو قاس بالمتر ولم ايه؟ يقيس المتر، صح؟ اه بالظبط كده، خد المعتقدات، لبس النضاره دي فبقى يقيس بيها. لكن مش اسمعوها في المشاكل، يعني الست ما تشتغلش، طب ما هو انتوا محتاجين تشتغلوا عشان الدنيا بقت صعبه. فلوس الست جوزها، يعني تشتغل تشتغل واخد فلوس، صح؟ ودماغه كده. كلمه الراجل لازم تمشي، او على العكس هو هي بتشتغل لكن مش هتساهم في البيت، الراجل يصرف على بيته، انت حر. فاهمين؟ هو الراجل دماغها كده، حافظين مش فاهمين وماسكين الحاجات دي. طبعا هنشوف اول حاجه اتسجلت الاقوال، تاني حاجه اتسجلت حاجات ما اتقالتش بقى واتسجلت برضه والانسان بيتصرف فيها، اسمها الانطباعات. الانطباعات يعني ايه؟ يعني اخويا اتاخر بالليل لغايه الساعه 1 بالليل، بابا قال له ما تاخرش تاني. اختي اتاخرت لغايه الساعه 10 بالليل، راح عمل ايه؟ منعها من النزول اسبوع. انا اشوف ان ايه اللي حصل؟ ايه الانطباع اللي ناخده؟ ان الولد ليه امتيازات عن الايه؟ عن البنت. مش الصح هو اللي بيسود على البنت والولد انك ما ينفعش تتاخر او لازم تقول لي انت فين سواء بنت او ولد. لا، هو بقت ده ولد حر ودي بنت تتربى تتقدم، فانا اطلع ان انا عندي امتيازات احسن من البنت، فعامل مراتي بهذا الشكل فتحصل بقى مشاكل. انا احسن اسمح لنفسي ان انا اغلط غلطات بشعه واقول كلهم كده، لكن هي لو غلطت تصبح، بس ده مش معناه ان هي تغلط زيه ولا هو غلط اصلا، لان انا عندي امانه قدام الله ما غير مقبول. الخطيه خطيه سواء هنا راجل او ست ملهاش علاقه، مش عشان راجل يبقى يعمل خطيه ونقول ما هم كلهم، لا ما ينفعش. خطيه خطيه، ربنا ما عندوش الكلام ده. ما اعرفش جت منين، نتيجه المعتقدات ان انت دلوقتي ممكن نسمح لراجل يغلط او يعمل اخطاء معينه ولا حاجه، لكن عندي الست كذا. وده مش معناه ان هو لا هو غلط يبقى هو عمل خطيه، ودي خطيه حتى هو عملها ما فوتهاش، ما مقصودش ما فوتهاش، لا هي خطيه ملهاش علاقه، صح؟ لكن نتيجه برضه المعتقدات وهكذا. الانطباعات انه بابا يجي على الشغل يشتم في المدير وفي الناس والدنيا بتاع، وبعد شويه تاني يوم يروحوا فرح يلاقوا المدير في الايه؟ بيعمل ايه بابا؟ اضحكوا انتوا، انا ماليش دعوه. اهلا بيك يا فندم ونورتنا. فالولد يوصل انطباع ايه؟ يعني نافق وطبل واعمل علشان، لكن الحقيقه ايه؟ برضه مش تبرير انك تشتم مدير، يعني ما فيهاش يعني. بس شوف، او احنا كخدام، احنا كخدام بنتكلم عن المحبه والسلام، ونروح البيت نعمل ايه؟ يشوفوا الشخص اللي بيكمل المحبه ده بيتصرف
بطريقه غلط في البيت، مفيش محبه خالص، مفيش سلام، مفيش امان. فالولاد يوصل لهم انطباع ان الكلام اللي بيتقال في الكنيسه ده مش للحياه، صح؟ عشان كده لما تلاقوا في حياه الخدام احنا بالذات يعني تمرد قوي في اولادنا، تعرفوا ان التمرد الشديد ده نتيجه ايه؟ الرياء اللي انا ممكن اكون فيه. اوكي؟ عشان مش بيشوف، هو لو شاف هيصدق. فاحنا ساعات نعمل انطباع. فاكرين القصه الشهيره انطباعات الام بتتكلم على انه جارتهم دخلت، فالولد قاعد يبص شمال ويمين، فقالت له بتعمل ايه يا ابني؟ انا عايز اشوف الوش التاني عشان ماما بتقول لك عليك انك بوشين. فاكرين القصه الشهيره دي؟ معروفه. اوكي، انطباعات عجيبه بتنطبع وبتدخل من غير ما اقول خالص. فاهمين القصه كده؟ هو شاف ان الولد احسن من البنت، يبقى انا احسن وانا اغلط وانا اعمل اكسر الدنيا وانا عادي انا الراجل. وشاف الانطباعات دي، انطباعات عجيبه بتتسجل برضه لانه حافظ مش ايه؟ مش فاهم. تالت حاجه الافعال. الافعال اللي شافها بابا هو بيسوق، لو حد كسر عليه يطلع ويشتم، صح؟ هو كده. ماما لو قابلت مشكلة مع بابا يحصل ايه؟ بابا عايزين فلوس عشان كذا، يروح مزعق جامد وقلب عليهم الايه؟ الترابيزة، ويدخل ويمشي مع اصحابه، ينزل يمشي مع اصحابه. يبقى الافعال دي ركزت انك لما تقابل مشكلة اعمل ايه؟ اقلب الترابيزة وزعق وكده وانزل معاه في اي حتة. او بابا لما بيقابل مشكلة بيعمل ايه؟ بيقلب الترابيزه ويروح يشرب سيجاره او يشرب ويسكي او يشرب حاجه. فاول لما تقابل حاجه اوعى تواجه المشكله، تعمل ايه؟ يروح شوف اتلهي في حاجه، هو اتلهى مع اصحابه، فانت هي حل المشكله كده، هو بيشوف كده، هو ما بيقولش، ما بينكدش، ما بيقولش بابا هرب، ما بيقولش بابا غلطان او ماما غلطانه، هو يروح يتلهي في حاجه، يشرب سيجاره، يروح يتلهي في اي حاجه. وانتوا عارفين بقى الدنيا عامله ازاي في النت بقى والشات الفظيع، مش عارف، هي الناس فقدت حاجات كتيرة قوي خلال الفترة اللي فاتت دي، أنا آسف إن بقول كده، وبقى دماغنا يعني فيه أفكار صعبة. فطبعاً الدنيا مفتوحة، فتلاقي الشات بقى والصور والفيديوهات والفيديو الشات السيء، وإيه ده؟ إيه ده؟ ده واضح إن إحنا محتاجين نبقى عندنا وقفة كبيرة، نراجع نفسينا إزاي بنعمل كده. الأفعال اللي اتعملت هي لما تتخانق مع بابا تزعق وتتعب وتتصل وتجيب أهلها وتكلم أبوها وأمها وتاخد شنطتها هدومها وتروح إيه عند أبوها. أنت لما تقابلي مشكلة اعملي كده وهربي وامشي، ما تحاوليش تعالجي المشكلة، كبريها ضخميها. أفعال اتعملت اتسجلت أول ما يحصل موقف، يحصل إيه نوع من الإيه؟ تريجر، استحضار الفكرة، أنا هو ده اللي اتعلمته واروح عامله بالظبط، لاني ما شفتش حد بيحل مشكله، ما شفتش حد بيواجه، ما شفتش حد متاني متفاهم، كله انفعالات وكله لخبطه وكله تحديات وكله هروب. هجيب منين؟ معتقداتي ومقاييسي، خبرتي هتطلع منين؟ تطلع كده. يا بخت بقى اللي الاقوال كانت ايجابيه، الانطباعات ايجابيه وحقيقيه، الافعال قيمه، فيها احترام، فيها أمانة، يطلع إنسان رائع، يطلع إنسان جميل. طبعا زي ما هي ليها جانب سلبي ليها جانب إيجابي، يعني لو الشخص بيعمل كده، وهنشوف أمثلة لكده. آخر حاجة في البيرنت ده اللي هو بيتعلم منه، النموذج اللي بيتعلم منه، اللي بيتخزن، اللي لما بيجي موقف زي الراجل الدكتور اللي لمس حتة في الدماغ يستحضر الحالات ويتعامل بيها، حاجة اسمها القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية زي غالبا بتكون صح، ما تاخدش حاجة مش بتاعتك، ما تشتمش، ما تكذبش، لكن لو عايزين تشوفوها لو هي اتسجلت غلط وتشوفوها ازاي بتبان في السلوك هتستغربوا قوي. يعني انت لو جبت ولد بيشتغل صبي ميكانيكي في ورشة، لما يمسك الصبي التاني بتاع الورشة التانية ويضربه ويفتح له دماغه، المعلم يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ المعلم بتاعه يقول له ايه؟ برافو، ساب راجل. لما يخربش العربيه اللي قدام الورشه ويبوظ العجل بتاعها يقول انا سايب ايه؟ لما يزعق ويشتم
ويقعد مجعوز كده وياكل حقوق الناس ويلف ويدور، يبقى ولد مفتح صح؟ لما يشرب الشيشة كده وقاعد يعني كده كول، حاجة جامدة، حاجة غريبة. حتى السيدات دلوقتي في البنات بيشربوا شيشة، عارفين ده نوع من إيه؟ نوع من إن هو يعني هي مستقلة كده، هي بتعمل اللي هي عايزاه كده، بتحك عليها دماغها على قد كده، حاجة غريبة. تلاقي واحد قاعد بيشرب الشيشة وقاعد كأنه يعني اكتشف كوكب زحل، يعني عمل ضخم، حاجة غريبة بتستغرب. دي طب دي ليه عنده؟ دي صورة ذهنية شافها، شاف المعلم بتاعه بيقعد مدعوس كده وبيقعد يلف ويدور ويزعق ويعلي صوته وياكل حقوق الناس ومحدش ياخد منه حق ولا باطل، وهو ده المعلم. فدي الصورة اللي في دماغه، فأنا عايز أعملها، هي دي اللي أنا أحققها. فهمتوا؟ فدي دي القيم الأخلاقية. عشان كده القيم الأخلاقية ممكن يقتل واحد ويبقى يشرب الفخ، مش كده؟ كنا مش كده الكنيسة بتاعتنا طبعا، الكنيسة هنا يقتلوا الناس ويفجروهم ويشعروا ويعلنوا ده ولا ضميره يتهز. ليه؟ القيم الأخلاقية مسجلة في دماغه، اللي دول مالهمش تمن، مالهمش تمن، ده عمل ربنا من أجل الله صح؟ فيرو ما يتهزش. ليه؟ مسجلة بهذا الشكل. وتشوفها في يعني واحد بياخد يقتل واحد بالطار مثلا، أو يذبح إنسانة عشان عملت غلط، لكن لم يتهز مشاعره خالص، ممكن يشعر بالشرف والفخر. حاجة عجيبة، إنه مش من حقك إنك تسلبها الحياة. حتى لو كانت غلطانة مش من حقك. أنت اللي هتختارها الحياة عشان تسلبها، حتى لو كانت غلطانة مش من حقك خالص. فهنا حط نفسه هو السلطة، وهو هو اللي يعني هو الصح، بس هو اللي نشوفها. هنا بقى اكتملت البيرنت دي. لو كان سلبي بهذا الشكل هيطلع معتقدات وحاجات سلبية، ونشوف اللخبطة دي. لو في بقى شخصية من الكبار مسيطر على شخصيته هذا الجانب الأبوي السلبي مش الإيجابي، لأن الجانب الأبوي الإيجابي جميل، لأن في مقاييس مظبوطة، في احتواء وفي حب وفي سلام وفي خبرة وفي إرشاد وفي تعلم وفي نموذج، ده حاجة جميلة وقيمة جدا. ها؟ لكن لو كان بقى بالسلبي والشخصية المسيطرة عليها الجانب الأبوي ده، يعني ده بيضم الأفكار بالأكتر اللي هي بتتحول إلى معتقدات، بتلاقيه صفاته كده دايما ناقد وناقم، وتملي صباعه ده شغال بيشاور على السلبي، تعمل 100 حاجه صح، يبص على الحاجه الغلط. هو كده، ده اللي مسيطر على شخصيته. جامد التفكير، مش قادر يتطور، في فجوات، وقاسي. طبعا مستويات، مش كله يعني، في مستويات. يعني مثلا في واحد كل عيد ياخد ولاده يشتروا الشوز والهدوم من عند الراجل اللي هو كان لما كان في سنهم بيشتري ايه؟ منه. حاجة غريبة جدا. ليه بقى؟ لأن الجزمة اللي لابسها 10 سنين ما تقطعتش. فبابا فيقول أنا عايزة تتقطع، مش أنا عايز أروح المول مع أصحابي. ما كانش عندك مول أنت. أنا عايز أروح مع أصحابي نتفسح وأجيبها وتتقطع تاني يوم، مش مهم. لكن هو ده، إحنا بنشتري أكل العيد من الراجل ده، إحنا بنجيب حاجاتنا من الراجل ده، حتى في الخدمة تلاقيها، إحنا كنا بنعمل كده. فتلاقي خدام طالعين بأفكار جديدة بدل ما نقدسها بالخبرة، لكن احنا كنا بنعمل كده وكنا بنعمل. طب واحنا هنعيد اللي فات ولا هنعمل تجديد؟ الجوهر لا يختلف عليه، الامانه والحب والبذل والاتضاع والمتكئ الاخير وتقديم الاخر، لكن احنا في عصر مختلف. عشان كده مارس حق يقول ايه؟ اعرف زمانك، اعرف نفسك، اعرف الهك. ثلاثة مهم قوي تعمل عليهم تجديد. القيم الأخلاقية. تعالوا بقى نشوف التشايلد بيتكون ازاي وايه اللي فيه. بيتكون برضو من 6 أسابيع لغاية 7 سنين ونص، بس بيضم المشاعر. ده خد الأفكار اهي، ده بيضم المشاعر. المشاعر، والمشاعر نوعين، إيجابية وسلبية. أوكي؟ المشاعر الإيجابية هي إيه بقى؟ المشاعر بسموها اها اكسبيرينس، خبرات الدهشه، اللي هي فاتحه بقه كده مبسوطه، انه اول مره يدخل
يتفرج على الحيوانات ويأكل الفيل، تتكون عنده مخزن. ياه الدنيا دي فيها حاجات حلوة. ده انت لو رحت خدت الوقت في مع حيوانات بيبقوا سعداء قد ايه، بيتنططوا كده فرحانين جدا، كمان عندهم مخزن. أول مرة أنجز وأنجح، الحياة دي تستحق أن تعاش، أنا أقدر أنجح فيها، أقدر أعمل حاجات. شكل التشجيع مهم، فيتبني عنده مشاعر مش مجرد أفكار، لا دي مشاعر من الفرح، حياة تستحق أن تعاش، أنا أقدر أعمل حاجات جميلة، أنا أقدر أنجح، حاجات دي فيها اكتشافات، فمستمتع بالحياة. كل ما كانت المشاعر الإيجابية دي زايدة أو موجودة، كل ما حاجات كتيرة قوي كانت بعيدة عن هذا الشخص، أفكار الانتحار بعيدة عنه، لأنه اتكونت عنده إن الحياة فيها حاجات كتير، عنده خبرات حلوة معاه. أفكار الاكتئاب، عتبة الاكتئاب بعيد، مش بسهولة يدخل في الاكتئاب. عنده قدرة اسمها تجاوز الفشل وتجاوز الإحباط والتفاؤل والتفكير الإيجابي. الحاجات دي قيمة جدا، هي الحاجات دي اللي الإنسان لما بتبقى مليانة في الأطفال أو اتملت عندنا، بنقدر لما نقابل موقف فيه إحباط نسترجع إيه؟ إن في أمل، إن الحياة حلوة، نحطه في مكانه. مش الحياة كلها ظلمة، لا الموقف غلط، لكن الحياة فيها حاجات، لا أنا اختبرت كانت حلوة، في حاجات كتير، أوكي؟ ممكن أكون مش قادر أعبر عن ده جوايا، لكن المشاعر إيه؟ موجودة. وكلنا عندنا أجزاء بتضايق، بس عايز أقول برضه حاجة عشان نفهمها أكتر، اختبار المشاعر ده، عشان كده اللي عنده فرح يقدر يفرح، واللي عنده يزداد، لأنه بيستدعي لما بتلاقي موقف يفرح يعمل تريجر، يستدعي مشاعر الفرح اللي اتخزنت عندك قبل كده، فتقدر إيه؟ تبقى تدوق طعم الفرح، لأنك أنت كنت متخزن عندك. لكن بمعنى إيه؟ يعني واحد ما كانش مانجا قبل كده، هو عارف طعمها؟ لا. طب يقول لي اسالني يعني ايه مانجا، اقول له دي زي السكر، راح واخد معلقه سكر وايه وكان هيبقى كده هو كان، اقول له لا دي زي العسل، راح واخد معلقه عسل وكان. فلازم يحصل ايه علشان يقدر يذوق؟ حتى الكتاب المقدس والسيد المسيح علمنا الحياه المسيحيه مش مجرد انك تحفظ ايات وتعليم، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. لازم تختبر، لازم انت تختبر. عشان كده المسيح يقول على الشخص اللي كم مرة أنا أردت وأنتم لم تريدوا، يعني يا رب أصل أنت لازم تختبر، أنا ما أقدرش بقى أدخل جوه أن أنا هساعدك، هساعدك كتير وأحط كل حاجة، بس أنت لو مش عايز تدوق أنت بتوقفني، لأن الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أو لا يريد أن يخلصك إيه بدونك، لازم أنت. عشان كده الكلام المقدس يقول نحن عاملان مع الله، نعمل معه، مش هو يعني بلغة قدرية كده هو كل شيء واحنا ما بنعملش حاجة، لأن هو خلقنا على صورته، ففينا نعمة منه إن احنا نصنع لأن دي صورته، ولا إن احنا بنعمل الناحية الإلحادية نعمل كل حاجة وربنا مش موجود، لا هو ليه دور، فنحن نعمل مع الله، عاملان مع الله، لينا دور وهو ليه دور، نكمل بعض. هو واللي احنا بنعمله هو نتاج كمان ان هو اعطانا، ربنا هو اللي عامل فينا ان ايه؟ ان تريدوا، لان هو اللي اعطانا الامكانيات دي، صح؟ فالمشاعر الايجابيه لازم تخزن بهذا الشكل، ولما يجي شويه مواقف يستدعيها يقدر يفرح، يقدر يعمل. عشان كده البيت اللي مليان نكد والصدمات والحاجات دي، ما هي دي اللي بتهز الحاجات دي. وانتوا فاكرين يعني معلش احنا كلنا وانا معاكم فاكرين الحاجات دي مواقف وتعدي، تخزن تسجل بناء كل لحظه وكل وقت عمال تبني في الولاد، ما يجيبوا منين؟ هيجيبوا منين؟ عشان كده يوحنا سبيل فهم يقول لك الاسره ايقونه الايه؟ السماء، صح؟ شو هو بيقول كده؟ فيها لازم يكون فيها شكل المحبه والسلام والامانه والصدق والاخلاص، حاجات الجامدة هي دي اللي بتبني، غير كده مش هينفع. اوكي؟ طب المشاعر السلبية بقى، هنا بقى المشكلة، أنا هقول ثلاثة. أول مشاعر سلبية تتخزن وتسترجع هي مشاعر الذنب. الشعور بالذنب.
وشعور الذنب لما بيتأثر في الشخص بيجي في مرحلة المراهقة ويعمل حاجة اسمها اضطراب في الشخصية، لأن شعور بالذنب هو بيخلي الإنسان إن هو غير مستحق وغير أهل وتملي مذنب ويفقد المبادرة. لأنه لو واحد عنده شعور بالذنب يعني هو مخطئ، عمره ما هيتقدم، عمره ما هيبادر، عمره ما هيفكر. وتيجي مرحلة المراهقة كلها نوع من الخبرات الجديدة والحياة الجديدة والعلاقات الجديدة والمدارس والدراسة والمجالات والقرارات والمجتمعات. هيتقدم ازاي؟ عنده شعور بالذنب، وخصوصا بقى لو شعور وهمي. ادي بقى اخطر، شعور وهمي. يعني انا لو عملت ذنب، عملت حاجة غلط، هشعر بالذنب لكن هصلحه وخلاص. يعني بولس الرسول قال كده، قال ايه؟ انا كنت مضطهد الكنيسة بافراط وكنت اتلفها، هذا هو الذنب اللي فعلته، اوكي؟ لكني فعلت ذلك، فعلت هذا بجهل. ابتدى يتصالح مع نفسه، بس على فكرة الذنب بتاعه كان ضخم، ده يعني كان راضي بقتل استفانوس، هذا الشخص اللي عامل زي الملاك اللي شاف السماء مفتوحة، اللي كان ممكن وجوده يكرز العالم كله عن المسيح، فأنت كنت راضي، حاجة مش سهلة. لكن أنا عملت كده بجهل، لكني رحمت لأني صنعت هذا بجهل. ابتدى يتصالح مع نفسه، أفعل شيء واحدا، إيه هو؟ أترك ما هو رائع وأمتد إلى ما هو كتام. فابتدى يعمل زي في المشروع دي، يعني بالكونسل المساعد دي حاجة علاجية، مشروع علاجية دي طبعا. يعني أدي الماضي أنا غلطان فيه، تصالحت مع نفسي عشان كنت بعمل بجهل، مش هقف لغاية كده، مش هتحبس في الماضي، مش هيقعد بقى اللي فات عامل ايه؟ ما اللي فات ما اقدرش اغيره، لكن اقدر اغير تأثيره عليا ونظرتي ليه. مش هقدر اغير اللي حصل، اتلخبطت، تأذيت، اتلخبطت، قلت حاجات كتير، علمت العيال بطريقه غلط، ما كنتش واخد بالي، ما كنتش عارف، خلاص وقف ده وما تخلوش ياثر عليك يضيع اللي جاي. تقدر ما تقدرش تغيره، لكن تقدر تغير تأثيره عليك ونظرتك ليه. فلأني صنعت هذا بجهل، أفعل شيئاً واحداً، أترك ما هو وراء، خلاص اللي فات فات، وأسعى لما هو قدام. وشوفوا عمل إيه بقى بولس الرسول، جاب كل الناس للمسيح، أوكي؟ فاستفاد من هذا الأمر. شعور بالذنب الوهمي بقى صعب معالجته، لأني أنا ما عملتش حاجة وشعر بالذنب. طب بتيجي إزاي؟ بصوا، الأولاد والأطفال لما بابا وماما بيتخانقوا على طول يشعروا بالذنب الوهمي، يعني يحسوا إن هم سبب المشكلة دي. هي كده، هم دماغهم كده، هي الأطفال كده، لأن هم مركز الأسرة. ماما ممكن في بعض الأحيان أنا عايزة فلوس للدرس، صح؟ فما فيش فلوس، وأنت صرفتي ولم إيدك شوية، ولازم كانت أختك تجيب لها الحاجة دي، وأنت روحتي مش عارف عملت شعرك فين وبتاع، فأنا مش هعمل، وأنت مش بتديناش، وأنت مش عارف، فخناقة كلها على الدرس. فالولد يشعر إنه لو ما كنتش موجود كانت ماما ما ضربتش، أو ما تهنتش، أو ما عيطتش، أو ما كانش حصل، فيشعر بالذنب، الذنب الوهمي. خصوصا في بعض الأحيان نستخدم كده كلمات، أنت خليت بابا يزعق، صح؟ مش بتقال؟ شاوي كده، أنت السبب. لأن إحنا ساعات بنحملهم مشاكلنا ونقعد نشحنهم ضد بعض. ساعات كده الأب يشحن الولاد ضد مامتهم، والأم تشحن الولاد ضد أبوهم، فصراع فظيع. والولد يروح يقول لباباه أصل أنت بابا زعقت الماما، بيقول له لا ما هي عملت وكذا وكذا وكذا. الولاد يشعر انه غلط انه واجه باباه بهذا الشكل، وقال له انت غلطان، مش قادر يقبل. فالولد يشعر بالذنب تجاه باباه، وبعدين مش قادر يصالح ما بين باباه ومامته، حاسس ان هو ما عرفش يعمل الدور ده مع انه مش دوره. شعر بالذنب، احنا بنوقع اولادنا في حاجات صعبه. شعور بالذنب ده حاجه صعبه، خصوصا الوهم اللي ماليش دور فيه، وبيعمل لي مشاكل ويخليني متراجع. اللي بيخلي الإنسان متقدم هو الشعور بالكفاءة. عشان كده في ولد يجيب ميدالية برونزية ولا حاجة، فمامته تقول له فين الذهبية؟ صح؟ حد كلمني من بره قال لي الولد جايب ميدالية برونزية في السباحة. فقلت له ليه ما جبتش الذهبية؟
قلت لها يعني انت مصريه ايجيبشن يعني رحتي امريكا رحتي اوروبا ما فيش. فقلت لها طب تكلميني ليه؟ قالت لي اصل هو اتغم. بس قلت لها طب قال لك ايه؟ رد عليها رد جميل الولد بقى، قال لها بصي يا ماما احنا كنا 15 واحد، في 12 واحد مشي من غير ولا حاجه، احنا بس ثلاثه اللي خدنا. بدل ما تحتفل بيه وتفرح معاه فيتشجع ويشعر بالكفاءه، هي خايفه من معتقد اتقال لها او مثلا ما تشجعش قوي لان الولد ايه؟ يبلط في الخط. مش هو ده المعتقد اللي حركها، معتقد غلط. هي عشان كده تملي احنا ايه ندور على الدرجه اللي ضايعه، فين الناقصه فين الناقص، مش بنبص على اللي جه. طب انت مش بتبص على اللي جه، بتدور على اللي مش اللي ما جاش، فانت بتعمل فيه ايه؟ الشعور بالذنب، الشعور بالقله، تحبطه، وعمر ده ما هيقدمه. بس انا عندي معتقد كاب وام ان انا قلت له برافو عليك وبتاع هيبلط في الايه؟ في الخط. بس ده معتقد غلط. انت استلمته وانطباع خدته ان اللي حوالينا ما بيوافقوش غير لما نجيب ايه؟ 100%، فانطباع غلط. لان اللي بيخلي الانسان يدفع قدام هو شعور بالكفاءه، انك تحتفل معاه وبرافو حبيبي انت يعني هايل وبتاع، فيشعر ان هو كفء فيبتدي ينجح اكتر. اوكي؟ بعد كده الشعور بالقله تتخزن، انه تملي شاعر انه قليل، اهانه قدام الناس، مقارنه قدام الناس. حتى تلاقي الناس الكبار اللي عندهم شعور بالقله يعني هتلاقي كده في كلامهم باين، يعني لازم يكون حاجه معاه، يعني انا والعربيه المرسيدس، انا والكوليه، انا واحسن فستان في الفرح، انا والشهادات الكبيره، انا والخدمه الكبيره، يعني ممكن تاخد اشكال كده كلها شعور بالدونية. أنا لوحدي لازم يكون معايا حاجات عشان أشعر إن أنا كبير أو مقبول أو كويس، لكن أنا لوحدي لأ. فطبعا شعور بالقلة ده حاجة صعبة صعبة، ولما ما بندهوش لولادنا بيطلعوا تعبانين جدا. وأي حد يحسسهم ويحطوا قيمتهم بقى في أي حاجة، أي حد يحسسهم بالقيمة يلا إيه معايا وخلاص. ثالث نقطة الشعور احتياج للحب وما لقيتوش، محتاج للحب وما لقيتوش. فاطلع عندي احتياج للحب ما لقيتوش، بتخزن عندي هذا الاحتياج الشديد. فاول حد يقول لي كلمه مديح وبتاع تلاقيني ايه؟ انسقت معاه. ما فكرتش على فكره هو متجوز ولا مسلم ولا مسيحي ولا ينفع ولا لا، صح؟ أو ما فكرتش إن أنا ممكن أكون متجوزة أو متجوز على فكرة. حاجة غريبة، دفعت بهذا ده، طبعًا حاجات خطيرة. وبعض الأحيان يقول لك أنا عارف إنه بيستغلني. أنا عارفة إنه بيستغلني وبيضحك عليا، وأنا عارف إنه ممكن بيتي يتخرب، لكن أنا مش قادر أسيب. مش قادر أسيب. وهو بيديني كلام، ما هو التاني ما بيدينيش كلام. حلو، أنا بس احتياج للحب ما لقيتوش، حطيته بالطفولي، مشيت بيه كطفل يعني ما عنديش نوع من الاراده ولا النطق، ودخلت بقى في قصص ملخبطه بهدلت حياتي. والعجيب انه حتى الحاجات دي اللي انا بشبع بيها احتياجاتي بطريقه غلط هي اصلا مش هتشبعك. يعني لو هي الحل كانت الدنيا كلها راحت، مش حل، دي بتعمل لك مشكله اضخم وبتهددك وبتنزع منك الامان والسلام، وبتلاقي الحاجات كده كلها ايه؟ اتلخبطت. اصل هو بصراحه قال الهي لا سلامه للاشرار. انت هتنزل تحت مظله الشيطان هتعمل ايه؟ هتنجح؟ يعني بوابات الجحيم اللي مفتوح على النت دي، البورنوجرافي دي، بوابات الجحيم مين السيد بتاعهم؟ طب انت دخلت هذه المملكه مين اللي هيسود عليك؟ مين تفتكر هيعمل فيك ايه؟ هيطرحك ارضا وتداس من الناس. ده كلام المسيح، لانه اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا يطرح خارجا. يعني يطرح خارجا يعني ما كانت البركه في حياتي وفي بيتي والامانه والمسيح الساكن فيها خلاص بقت بره، مش عشان هو عايزني بره، لا انا اللي عملت كده، هو عايزك جوه فقيت بره. طب وبره يحصل ايه؟
هتفسد وتداس من الناس. ما هو بره هو مش عايزك تنجح، كل ما كانت الفضايح اكتر، كل ما كانت اللخبطه اكتر، كل ما هو مملكته ايه بتزيد. الفيسبوك نفضل كده ماشيين، حاجات فظيعه، حاجات فظيعه. واحنا انا مش عارف يعني عايزين نعمل وقفه جامده جدا مع نفسنا، بنتاثر، ولادنا بيتاثروا بالحاجات دي. بتلاقي ولد في تاني اعدادي وبنت في تالت اعدادي وواصلين لمرحله صعبه. اوكي، احتياج للحب ما لقيتوش. يعني مثلا بنت مثلا مخطوبه لولد لشاب، الشاب ده بيضربها اصلا، قلت لك ما اقدرش اسيبه. خطوبه وبيضربها، ما اقدرش اسيبه عشان هو الوحيد اللي قال لي بحبك. اوكي، فلو طب لو كانت الحاجات دي ايجابيه يطلع الانسان شبعان متين. طب مين دور، مين دورنا احنا؟ طب نعمله ازاي؟ ببساطه شديده، انه ابسط حاجه انك تكون ضابط نفسك، بس ضابط نفسك. عايش في الكنيسه بتلقائيه شديده، تلاقي المحبه والسلام والكلام، مش محتاجه مجهود قوي الا ان تاخذ المسيح وتكون امين في هذه الأمانة أو الحياة المسيحية فقط. كون فقط زي ما يقول الكتاب المقدس، الوصية الوحيدة اللي بتبتدي بكلمة فقط، عارفينها إيه؟ عيشوا فقط، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. بس أنت مش هتعمل حاجة. عشان كده أنت طالع مثلا مغارة أم أنطونيوس هتلاقي أقوال آباء على السكة كده. أنا استغربت قوي من قول آبائي، بس ممتع. بيقول ايه؟ وطبعا قول الاباء يعني ايه؟ يعني خبره، مش مجرد بيقول كده يعني بيقول لك احاديث يعني، لا خبره حياتيه مش اكاذيب، ده عشقه. بيقول ايه؟ ان الفضيله لا تريد منك فقط الا ان تريدها بس. لان الفضيله دي نتاج ايه؟ يعني عمل الروح القدس فينا. فاذا انت بس تمسكت بس، فهو الروح القدس يثمر فينا هذه محبه، فرح، سلام. تاخدها ايه؟ اوكي، انا ممكن اخد سؤال سريع وارجع تاني. الافراط في التشجيع بيعمل ايه بقى؟ هو في بقى في السؤال بتاع قيم وجميل، بس هنا ده النموذج مش مجرد كلام. النموذج مؤثر اكتر، فهماني؟ احنا ساعات بنتكلم، وانا ما اقصدش كمان نتكلم، احنا نقصد نعيش، نخلي بالنا، تتوازن، تاخد بالك من الامور دي، هتعمل تاخذ المعيشه والنموذج ده مؤثر جدا. لكن طبعا التشجيع الزائد ده وهمي، يفقد معناه على طول. ليه؟ هيقول لك عشان ماما بتقول لي كذا. فالتشجيع المبالغ فيه يفقد معناه، ما هو مش حق. لا، شجع بطريقه سليمه متوازنه، شجع بطريقه متوازنه. وفي بقى طبعا في انواع كتير من التشجيع، زي التشجيع الملتوي مثلا، تشجيع بشجعه بس انا يعني كسرت دماغي في التشجيع من غير ما اخد بالي. زي ايه؟ انت مستواك احسن من كده على فكره، يبقى ايه هو دلوقتي؟ يبقى هو وحش وهو قليل دلوقتي. هو على فكره انت زي بالظبط، يعني هو ازيد عندك في ايه عشان يطلع الاول؟ طب انت عملت ايه؟ وهو جايب لك 80% و90%، انت بتقول له انت وحش، انت غبي، مع انك انت بتفتكر انك ايه؟ بتشجعه تقول له لا انا متوقع فيك حاجه ضخمه. لا، ده تشجيع ملتوي. في طبعا انواع كتير من التشجيع، ممكن نبقى تقروا عن ازاي نعمل تشجيع، اوكي؟ بس انا اقصد هنا بقى في الكيان الداخلي ايه اللي بيتخزن جوه؟ اهو الاقوال اللي اتقالت، الانطباعات، الافعال، القيم الاخلاقيه، المشاعر الإيجابية، الشعور بالذنب، القلة، احتياج الحب ما لقيتوش. لو كانت الأمور دي كلها إيجابية هتبقى حاجة كويس قوي اللي احنا عملناه دلوقتي. دلوقتي احنا عمالين نبص على الحاجات دي، فطبعا أنا لما شفت حصل لي حاجة اسمها وعي دلوقتي، اللي هو أول خطوة في النضج، الوعي. فلما وعيت شوية، حتى أنا مش عارف الصح بس أنا عرفت الغلط، أتجنب الغلط، فتلاقيني واحدة واحدة كده أنمو في الصح. لكن عايز اقول لك بقى، الشخص اللي مسيطر على شخصيته التشايلد دي ويبقى صفاته ايه بقى؟ دي بقى المشاعر، انه واخد كل حاجه بانفعال، وتعيط وتبكي
وانفعال زائد عنده وكلها عصبيه، بس مرتبط بمعتقد يقول ايه؟ انا دمي حامي. فاهمين؟ وعلى فكره هو ده اللي ما يتهمش. عارفين ليه ما يتهمش؟ هنا ده ما يتهمش عشان جامد التفكير، حاطط قوالب ومعتقدات خدها منذ زمن بعيد وعايز يطبقها على الولاد وعلى الحياه، ودي مش هتنفع لانها لازم يعمل لها ايه؟ ابديت. بس هو بيعمل تجديد ليها، هو حكيم مش في جوهرها، يعني مفيش الاتضاع، المحبه، السلام، الامان، ملهاش تجديد في الاسلوب ازاي اقدمها بس، لكن جوهر الحياه لا مفيهاش تجديد. اقول لكم امثله كويسه بعدها. لكن ده بقى انفعالي بقى، عارفين انفعالي لدرجه ما بيشوفش يعني تسمعوا كده الكلمات كتير يقول لك ما تخلينيش اتغاب عليك، اصل انا لما بتنرفز ما بشوفش. عارفين كده؟ فاهمين؟ على فكره هو صح ما بيشوفش. عارفين ليه ما بيشوفش؟ ليه؟ لان انا مش بشوف بعيني. الانسان مش بيشوف بعينيه، الانسان بيشوف ايه؟ بدماغه. العين دي بتنقل عدسه، بتنقل صوره، فالمخ ياخدها يعمل لها ايه؟ تفسير. مجموعه ناس قاعده بياخدوا محاضره بس دي صوره، العين بتنقل بس، فده اسمه الادراك. صوره تتنقل، مركز الابصار، مركز الادراك كمان يديك ايه؟ تفسير. عشان كده ممكن الاولاد يشوفوا حاجات ولا يفهموها، زي مثلا زي واحد من زمان قال لنا ايه؟ انا واقف اهو، دكتور جراح، انا كنت بدرس جراحه، فالدكتور الاستاذ اللي قدامي عمال بيقول لي اهي المراره، يلا اشتغل. انا فاتح بطن العيان والمراره ايه؟ فين؟ مش شايف. قال له اهي، ما تشوف. انا مش شايف. قال له قدامك. راح قايل له كلمه بقى، قال له ما تشوفوش المخ، ما تشوفوش الايه؟ العين. دي بدايتها ودي نهايتها، بتقطع من هنا وتعمل من هنا. لما قال له التفسير ده قدر يشوفها؟ طب هي كانت قدامه؟ كانت قدامه بس ما شافهاش، مع ان هو شايفها. لان انا لما بنفعل مش بشوف، يعني مش بشوف بقى. الدماغ دي، المخ ده عباره عن ايه؟ مجموعه من الخلايا فيها كيمياء، فيها تيار كهربي، صوديوم وبوتاسيوم، ومخليه دوميه كده وحاجات كده، فكيمياء. فالكورتيزول بتاع التوتر ده يزيد فيعمل اضطراب، يعني البيئه بتاعت الدماغ ما ايه؟ ما تبقاش بتفهم، بتدرك، فتلاقيه فعلا ما حسش بنفسه ومش شايف. ده شخص غير متدرب، سوري، يعني يحتاج الى هدوء ناضج ان يكون واعي بيعمل ايه. في ناس تنبسط من ده، تقول لك بص انا اصبر ولما اعمل العمله محدش قدامي. حاجات سخيفة، سوري يعني، معلش بتكلم، كلنا واعيين في الحاجات دي، بتكلم عن نفسي أكتر. ف طب إيه؟ لأن عنده معتقد إنك طول بالك وإيه؟ ويكفيك شر الحليم إذا إيه؟ معتقد اتقال. هو الحليم هو اللي بيغضب بهذا الشكل؟ إيه معنى ده؟ ده مين اللي اتقال عنه؟ وكان حليما جدا أكثر من جميع الناس. بس لما جه كسر اللوحان ربنا قال له مش هتطلع. صح؟ عبده. فاذا انا افهم هو انا يعني ايه اطول بالي، وبعدين اقاسي كل الناس، اقعد اذاكر معاهم واطبطب معاهم واحبهم وبالليل ابهدلهم واهزقهم، طب منين هيجي لهم شعور بالقيمه؟ انا عمال ادي حب طول النهار وبالليل خلاص خلصت بقى، طخ طخ. يعني يعملوا ايه هم؟ احنا محبوبين ولا وحشين؟ وحشين، لان ده اللي بيتسجل عندهم اكتر، بيتسجل اكتر. فانا محتاج ان انا اتوازن. لا، يكفيك الشر الحليم اذا غضب. ما انا طولت بالي، هي حسابات، دي حياه. انت لازم تكون مرن، تكون بتفهم الواقع، بتقرا الواقع. وهي انت حافظ مش فاهم، او انا حافظ مش فاهم يعني. وتلاقي المشكلات، او مشكلات الزواج بقى والتربيه جايه يا اما من البيرنت يا اما من الشغل. الحل فين؟ في الادلت ده. لو الانسان عنده بقى ده شغال، ده بيبتدي من امتى بقى؟ من 9 شهور لغايه امتى يا جماعه ينشط هذا الادلت؟ طول العمر، صح، الى ما لا نهايه. يموت المعلم ولا ايه؟ ادي صح، يفضل يتعلم. عشان كده الكنيسه تقول لك ايه؟ اوعى تفطم نفسك عن، حتى مهما كنت خادم في الكنيسه، عن انك تبقى ايه؟ تلميذ. عشان كده التلاميذ رغم القامة الكبيرة سموا تلاميذ. وده الإنسان اللي بينجح، لأنه فاهم إنه بيتعلم والدنيا بتتجدد. عشان كده بره يقول لك إيه؟ تروح تدرس بره علم النفس مثلا، عبالة ما تاخد الطيارة وترجع مصر يكون البعض النظريات اللي درستها وعملت فيها ماجستير إيه؟
اتغيرت لان الواقع اتغير. الواقع اتغير، احنا دلوقتي سن المراهقه او بيبتدي من سنه من كام؟ 18 8 سنين. المراهقه غير البلوغ. 8 سنين اقعد اولاد في 6 سنين 6 سنين يبصوا على مواقع اباحيه ويمسحوا الهيستوري بتاعها 6 سنين. تعلموا منين؟ الطفل ولد جه قال لي بقول لك انا بصراحه عايز اتكلم معاك، هو بابا جايبني هنا علشان نعدل شويه يعني حاجات. انا بقول لك بقى ليه بستخدم النت وليه متغاظ وليه بعمل معاهم، وانا بقول لك بصراحه انا بكرههم على طول. ليه حبيبي؟ قال لي انا عارف هو بيعمل ايه بالنت بالليل، وهو يقعد يزعلنا على النت، هو بياخده بالليل ويعمل بيه حاجات وحشه. يبقى هو اللي عايز مشوره مش انا، ده ولد صغير. ايه رايكم؟ فمعلش كسب ايه الاب والام؟ خساره. ايه المعنى من الحياه؟ فساد فقط. حاجه بجد لابد الانسان يرجع نفسه في الحاجات دي، لا يستهن بهذه الامور. ايه ده؟ لا بوابات الجحيم دي محطمه. الولد ده هيطلع عامل ازاي؟ يطلع اتحطم. الامثله كلها سقطت. ايه ده؟ عشان كده دلوقتي في مشاكل ضخمه جدا جدا. يمكن كنت قاعد مع ولاد الاسبوع اللي فات كلمونا في كل حاجه، والمثليه الجنسيه والمش عارف ايه بتاع. اذا ما كانش فيهم امثله ونموذج حقيقيين يبقى الولاد دول هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ اوكي معلش انا بس هخلص وهاخد اسئله. اوكي معلش سؤال اتفضل. هو مش علاقه بالموضوع بس جالي السؤال فجاه، هو بالنسبه للطفل او السن المناسب ان الطفل موبايل تاتش او زراير او نمسك موبايل يعني تاتش او كل ما يكبر؟ المنظمه الامريكيه تقول لك ايه؟ تقول لك ساعتين ساعتين ال 12 سنه يمسكوا ساعتين في اليوم وما يبقاش لوحده. وثمان سنين ساعة ونص ولازم يكون حد معايا، وكندا تقول ساعة وساعة ونص. وعايز أقول لك حاجة، إن يوتيوب مثلا أنت تشوف اليوتيوب في التوصيف بتاعه غير مناسب لاستخدام الأطفال، هم حاطين قوانينه كده وإحنا سايبين الإيه؟ الأولاد. هو بيقول لك غير مناسب لاستخدام الأطفال، تروح تدهوله خلاص تقول مش قادرين عليه وحاجه. طيب هنشوف هنعمل ايه؟ يعني ليها حلول بس مش هنقدر نتطور او ندخل في موضوع. اتفضلي. سؤالي الجميل، في دايره البيت انا بقدر اعمل كنترول لكن بره هعمل ايه؟ طيب انا السؤال ده جميل هجاوبه في القدر بمثل جميل قوي وهقول لكم عليه. معلش انا هاخد هخلص القدر ده واخد الاسئله كلها وحسب بقى وقتك بس اخلص وهكذا. حاضر. النضوج القدر تبتدي من 9 شهور الى ما لا نهايه. الوعي اول حاجه، الوعي. احنا دلوقتي عندنا وعي، خدنا بالنا من كلامنا، خدنا بالنا من الامور دي. اوكي. تاني حاجه بقى بعد الوعي يجي حاجه اسمها ايه؟ المحاوله والخطا. بيجي اول ما يشتغل الادلت ده عند اي واحد فينا يبتدي يفتح ملفين، ملف اسمه فحص اللي اتقال له، وملف تاني اسمه خبراته الشخصيه. فحص اللي اتقال له يعني ايه؟ مثل كده بسيط، ماما ما تمسكش البراد هتتلسع، فيروح يعمل ايه؟ يتلسع، يقول لك اوكي ده صح. دي شخصية الإنسان، لابد أن يختبر. عشان كده مختبرين ما هو مرضي عند الرب. فتشوا الكتب لكي وهي تشهد لي. وتشوفوا دلوقتي الكنيسة في طقسها حتى حاجة جامدة جدا لو خدنا بالنا منها، جبارة. ما أعرفش الكنيسة بصراحة تدبير إلهي عجيب أقول لكم. فيفتح ويشوف. مثلا ماما تقول له لما تروح تعمل تويلت هتبقى أحسن، هتلعب أحسن. لكن هو الاول كان بيقعد يبيل نفسه، لكن لما جرب يروح يعمل التويلت دوت فلقى ان هو بيرجع يلعب وقاعد مرتاح، لكن بيل نفسه كان قاعد منزعج. صح. لكن مشكله ان الادلت ده عندنا مسبوح، ما بتديش فرصه احنا تملي ملقنين باستمرار، ما بتديش فرصه انه يتناقش ويتحاور وما يقولش. انا كنت قاعدين مع الاطفال بتوع ابتدائي كلها حوار،
مش بنقعد ايه اللي وصل لكم، ايه اللي عندكم، قالوا كل حاجه وقالوا بصدق وقالوا الحاجات ازاي كمان طلعت منهم لا دي غير طبيعتي وده مش مقبول وده مش مقدر. هم اللي بيقولوا مش احنا، انا قلتها له ضعيفه لكن هو اللي بيقول. العجيب ان المسيح نفسه يعني حتى في تعليمه كان بيستخدم هذه الامور. هو العلم او الساينس بيعمل ايه؟ بس عشان نبقى فاهمين، عشان الساينس بيعمل ايه؟ بيتابع الانسان ويلاحظ ويدون اللي بيحصل صح؟ وبعدين يعمل فرضيات، فرضية معينة، وبعد كده بيعمل فرضية معينة يعمل تجربة على الحقائق اللي وصل لها دي على ناس مختلفة في العمر والسن والبعد الجغرافي في أمريكا وكندا، وناس كتير يعملوا تجارب واختبارات إلى أن تثبت هذه النظرية تبقى نظرية مثبتة علميا. يبقى هم جابوا الحقائق من مين؟ من الناس صح؟ طب والناس دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. يعني قدروا يعرفوا الحق أو الحقيقة من الناس اللي ربنا خلقها. طب إحنا عرفنا الحقيقة أو الحاجات دي منين؟ أن ربنا أدانا الوصية نمشي بيها. فلما تكون العلم بتجيب حقائق وهي فعلا حقيقة هتلاقي إنها ليها أصل أو فكر في فكر الله قبل كده، فاهمين؟ فده تلاقي العلم مع المسيح، مع الإيمان بتاعي، عشان كده أقدر أفهم الأمر ده. فالمسيح مثلا لما جه اتكلم اتسأل سؤال، والسؤال المسيح المعلم، هو ربنا معلم، يعني ايه معلم؟ بيعلمه. بص بيعلمهم ازاي؟ واحد سأله قال له من هو قريبي؟ ما هي كانت إجابة المسيح؟ قال له جملة كده، قال له أي إنسان أنا خلقته هو قريبك؟ كلنا أعضاء في جسد واحد. هي مش دي الحقيقة؟ دي الحقيقة بس مالهاش كده. قال له ايه؟ قال له إنسان، دي إجابة هو إنسان، يعني دي إجابة إنسان. بس بقى مكمل بقى علشان يعمل إيه؟ إنسان كان مسافرا من أورشليم إلى أريح. قصة ابتدى إيه؟ يفكر، ابتدى يبتدي عنده المشاعر تشتغل، وطلع عليه حرامية بقى فيه بين حياة والموت، وسابوا الكاهن وسابوا اللاوي، وجي السمير الصالح ابتدى يكسر المعتقدات ان هم مش ده سامري، ده هيخرج من السامري عشان يكون صالح، مش ده اللي بيتقال؟ فابتدى يقول له سامري، يعني عشان يكسر اللي عشان ما يبقاش عنده قيم اخلاقيه، ان ده سامري يعني غير صالح، يبقى انا اللي حلو وهو اللي وحش، مش اراده الله كده. بس ده تعليم الناس اللي هم لما تقابل واحد سامري سيبك منه، عشان كده قالوا على المسيح سامري وبيه شيطان، دي شتيمه. فكان دماغهم مستريح قوي لو أزلوهم، مع ان دي تعليم الناس مش تعليم الله، لان ربنا كسر هذه المعتقد او الاقوال اللي اتقالت عمال يكسر فيها، وهتشوفوا ازاي. وبعدين بعد ما خلص جاوب السؤال قال لا، يعني ما جاوبوش. هنا نشط الادلت والفكر والوعي وانه يتذكر المحبه الحقيقيه. فقال له طب اذا من هو قريبه؟ قال له الذي فعل معه ايه؟ مين اللي جاوب؟ الشخص اللي سأل. طب ما هو ايه ده؟ هو كان عارف الاجابه؟ دلوقتي عارف. طب المسيح قالها له؟ ما قالهالوش. هنا استخدم الانسان وخلاه يتوصل، عمل له نطق، هذا النضوج. كان سهل قوي ان انا اقول له حبيبي ما تعملش كده وخلاص، لا لازم اتفهم وادي امثله وبدون مثلا ما ياخد يكلمهم. المحاوله والخطا، عشان كده في بعض الاحيان لازم نسمح للي حوالينا انه يغلطوا عشان يتعلموا. يعني مثلا هنا النضوج بتاع الشخص بتاع الاب والام، احنا اي غلط غير مقبول ومعاقب. طب بصوا بقى، راح ارسل التلاميذ عشان يخرجوا الشياطين، رجعوا التلاميذ ولم يخرجوا الشياطين. قال لهم ايه بقى؟ حول هذه المشكله وهذا الغلط الى ايه؟ كان ممكن يقول لهم يا ده انتوا فضحتوهم، ده هيعملوا ايه؟ ده انت بقول لما صعب هتعملوا ايه؟ اللي هي نفس الفكره، ده انت مش عارف تحل المساله، طب لما يجي لك الامتحان هتعمل ايه؟ مش نفس الفكره؟ بصوا ازاي؟ نفس الافكار. لكن ما قالش كده، قال له كان موضوعي كده، قال له ايه؟ ان هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم، حول الغلط الى تعليم اللي هو بقى في الكنيسه لغايه دلوقتي. اللي احنا بقى عندنا اداه ازاي ننتصر على الشيطان. صح؟ يبقى اذا الغلطه بتاعتهم تحولت الى اداه في ايدك دلوقتي.
بقى عندك أداة، وأنت لما يكون عندك أداة قدام حاجة تبقى قوي. هو إحنا ليه خايفين من كورونا؟ عشان ما عندهاش أدوات المواجهة. طب في أمراض أفشع من كورونا؟ أيوة، لو جت لحد ما بنقلقش منها عشان عندنا أداة علاج معين أو جراحة معينة، صح؟ شفتوا إزاي؟ فإذا هنا المحاولة والخطأ أحولها إلى تعليم، وعي المحاولة والخطأ، بعد كده المعرفة، تراكم المعرفة يعني القدرة على التعلم الذاتي. لما يحصل نوع من التراكم المعرفة، واحد بيتعلم كل يوم، بيتعلم قادر على التعلم، هو مش جامد التفكير وخلاص. تراكم المعرفة يتولد عنده حاجة اسمها الحكمة. أكتر حاجة معلمة هي المحاولة والخطأ. عشان كده توماس إديسون نور العالم ده كله. ما هو ايه؟ قالوا له انت عمال تجرب تجرب، قال لهم انا كنت عارف ازاي ان السلك ده مش هينفع في اللمبه دي الا لما جربه. المحاوله والخطا هي حولها الى تعليم. اول امثله عشان نثبت الحاجات دي تماما، امثله ايجابيه وامثله سلبيه. انت لو تشوف الندوب ده، لو تشوف طقس الكنيسه في السوق الكبير، في حد من الحدود يسموه حد الايه؟ الاستناره. الندوب ده حد مين؟ المولود أعمى. استنارة. طب إيه اللي حصل؟ تعالوا شفتوا بقى المولود أعمى؟ تعالوا شوفوا حاجات عجيبة. بصوا، المولود أعمى اتقابل قال لهم إيه بقى؟ طبعاً أنا عايز أضيف على كلمة الأدلت الاختبار أو الخبرة. قال لهم ده فيش طال، ده إنسان شرير. قال لهم أنا كنت أعرف شيء واحد، إن أنا كنت أعمى والآن الخبرة. طب المولود أعمى ده يعرف الألف والكسطر؟ ما يعرفش. طب الناس دول بقى لهم قد ايه بيكتبوا ويقروا؟ متوارثين الموضوع ده، لكن مسكوا في اقوال اسمها ايه؟ لانه صنع ذلك في السبت. فاقوال اتقالت فحفظوها مش فاهمينها، انه السبت ما تعملش فيه حاجه، فلما جيت عمل فيه حاجه الهيه ما شافوش عمل الله، لكن شافوا ايه؟ السبت. اتعموا بهذه الفعل. عشان كده ربنا حاول ينضجهم، يقول لهم يكسر هذا المعتقد ان السبت صنع للانسان وليس الانسان ايه؟ للسبت. ده المعنى، عايز يفهمهم. انتوا حافظين مش فاهمين، انتوا ناس حرفيين، عارفين؟ بيرت حرفي جامد التفكير. لا، ده انسان شرير لانه عمل ده يوم السبت. لو كمان ايه مولود اعمى اتقال عنه اقوال، هذا اخطا ام ابواه؟ يعني حتى مولود اعمى ما ادالوش فرصه ان هم ملوش ذنب، ذنب وهمي واقوال اتقالت عليه. لكن ربنا قال ايه؟ لا، لكي تظهر اعمال الله فيه، يعني ده مستحق كمان، مش 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 لا هذا اخطا ولا ابواه. فيجي بعد كده الكلمه اللي قالها المولود اعمى في قمه الندوب، بس خلي بالكم منها. هذا الراجل اللي واقف قدام المجمع ده، فجم يكلموا بابا ومامته، بابا ومامته قالوا له ايه؟ هو ذا كامل السن فاساله، كامل السن يعني ايه؟ يعني احنا خلاص ده بقى مستقل، بقى شاطر. شفتوا ازاي؟ كامل السن. طب قال لهم ايه؟ قال لهم بصوا، لو كان هو خاطي فانتوا بتعلموا برضه ان الله لا يسمع للخطاء، فكيف اذا لمولود لرجل خاطئ ان يفتح عين مولود اعمى؟ بالمنطق. طب انتوا مش بتقولوا هو عمله في السبت، بس انتوا كمان بتقولوا انه ايه؟ ان الله لا يسمع للخطاء. الخبره جامده قوي، الاختبار، النموذج لما يشوفه ما تاثرش ابدا. شفتوا قد ايه العقل بتاعه؟ ما قدروش يجاوبوه وطردوه من المجمع، صح؟ جه المسيح قبله في الهيكل قال له اتؤمن بابن الله؟ هو اتعود يعمل ايه؟ ادلت، مش تبعيه. والمسيح مش عايزنا نتبعه بدون ان نثق وان نثق، صح؟ حتى بولس الرسول يقول لتلميذه لاني موقن بمن امنت، صح؟ يعني متيقن جدا، انا فاهم، انا عارف كويس قوي. هنا قال لهم بقى ايه؟ قبلوا المسيح في المجمع، شوفوا الشخصيه الجديده بتاعت المولود اعمى اللي هي بقى، قال له اتؤمن بابن الله؟ تفتكروا يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ هذه الشخصيه الجديده القدر يقول له ايه؟ فاكرين رده؟ عارفين رده كان ايه؟ قال من هو يا سيد قومي؟ صح؟ فقال له ايه؟ قال له الذي كلمك هو،
فايه فسجد ايه؟ قال له اؤمن يا سيد وسجد له. بس قبل ما يؤمن سأل عشان ينضج، هو مش عبيط، هو مش اي حد يقول له اي كلمه وخلاص، هو مش مع السوشيال ميديا، هو انسان ناضج عنده خبره حقيقيه. هذا الشخصيه عشان كده الكنيسه تسميها حد الاستناره النضوج. طب تعالوا نشوف كمان في رساله عبرانيين، بصوا بقى الكلام بتاع الانجيل جميل ازاي. يقول ايه؟ يقول لما كبر، لما كبر لما نضج، ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقت بالخطيه، حسبا عار المسيح غنى افضل من خزائن مصر. ده مين ده؟ موسى. مين اللي خلى موسى كده؟ اجابه السؤال بتاع حضرتك بقى، تسوني؟ اللي انا عامله كنترول في البيت، مين اللي خلى موسى كده؟ مين؟ موسى تربى في قصر مين؟ فرعون. مين اللي ربته؟ الام يكابد. ايه ادواتها دي بقى قدام قصر فرعون والشهوه؟ كلمه الله بس والنموذج، ان انت مش ابن بنت فرعون، انت ابن ربنا. مين اللي غلب؟ صح؟ الحق الحقيقه النموذج الصح هو اللي غلب. عشان كده انت مش صغير ومش ادواتك صغيره، انت بيرنت. شكرا. انت تاثيرك ضخم جدا، حتى لو يعني مش عارف الالف من الباء، انت تاثيرك على اولادك اكبر حاجه. هو مين اللي خلى توماس اديسون ينور المكان والعالم ده كله؟ تشجيع والدته، سقطها. يكابد كانت ايه قدام قصر فرعون؟ ولا حاجه، بس هي اللي انتصرت في الاخر. بابا شنوده، بابا شنوده جم قالوا له ايه؟ هو اللي بيحكي عن نفسه، بيقول لما بقيت اسقف قالوا لي كلمه جامده، جه اسقف خبط عليا قبلي وقال لي قد يكون قديس، بس طبعا قال لي اوعى تمسك تباشيره وتهين الاسقفيه وتعلم. وتاني يوم ماسك التباشيره وبعلم وبقى اسقف التعليم. لو كان سمع اللي قبله ده هو كان ممكن يكون راجل قديس، بس هو منحصر في اللي فات. لكن بابا شنوده قدر يفصل، هو الفكرة ان اهين الاسقفية ان انا اعلم تعليم غلط بس، لكن الاسلوب غيره. لما بقى بطرك قالوا له بابا كارلوس ايه قاعد فين؟ لا يعني البطرك يزار ولا يزور، صح؟ واللي خرج من داره يتقال لي ايه؟ واللي اتكسر عمره يتصلق، حاجات كده. وقال لك وخرجت، هو اللي بيحكي في فيلم همسة حب، هو بيحكي عن نفسه، قال لك وخرجت وعملت كنيسه في الكويت وعملت. طب لو ما كانش عمل كده كان نص اهالينا في امريكا وكندا دلوقتي وبره، ما كانش بيقول ليهم كنايس؟ طب البابا كارلوس اللي كانوا بيكرموه بيه ده راجل قديس. ايوه، بس اعرف زمانك، اعرف الهك، اعرف نفسك. انا مختلف عنه لكن هشترك معاه في القداسه بشكل اخر. بابا تودروس مثلا بيعمل الميرون، فجاب هو راجل دكتور صيدلي وجاب الادوات، لكن هم عايزين اسبوع في الدير يعمل طبيخ الميرون، صح؟ لكن هو قال لهم اجيب لكم الادوات وهنصلي القداس. الناس هاجت، مش فاهمين، ناس عندهم جمود التفكير، لكن هو وصل لحاجه افضل. القداس هو هو والبطرك هو هو، لكن الادوات مختلفه لان في عصر مختلف. لكن الناس ماسكه في ايه؟ طب انا عايز اقعد اسبوع في الدير ولا اقعد اراعي الناس؟ لان المسؤوليات بقت ضخمه مش زي زمان، وهكذا. بشكركم جدا. ازاي اصلح كل غلط ده في سن المراهقه؟ ارجع الثقه تاني ازاي؟ على طول اول ما اقول كده، وده سؤال جميل ورائع، ده تغيير بقى اتجاهي. هبتدي وانا قلت جمله علاجيه على طول لازم نلجا ليها، انا ما اقدرش اغير اللي فات، لكن اغير تاثيره عليا وما انحصرش فيه واتحبس فيه. اترك ما وراء واصلح اللي قدام، مع الوقت يتصلح. وبعدين يا بختك انت في سن المراهقه، يعني لسه قدامك مشوار طويل عشان تصلح حاجات كتير، يعني عندك فرصه كبيره. ابتدي باللي احنا قلناه، ماشي؟ حضرتك ممكن تكتب بعض الاسماء اللي ذكرتها عشان اقدر اكتبها ودونها في الكراسه. ذكرت مثلا يعني عايز المرجع، يعني هو حاجة اسمها ترانس اكشن اناليسيس لواحد اسمه إيريك بيرد، ماشي؟ اسمها التحليل التبادلي. هتلاقيها كتير قوي، الناس كاتبة عليها كتير قوي، وهتلاقيها بالانجلش وعربي، هتلاقيها حاجات كتير، اوكي؟ ودي في المجال، في حاجة في مدرسة علاجية، في المدرسة التحليلية.
انه يقعد يحلل السنين اللي فاتت كويس من الناس الجداد. بس المدرسة التحليلية بتهتم انه اول 5 سنين ده فرويد يعني قال انه اول 5 سنين في حياة الاب او هي اللي بتأثر في حياته كلها. بس طبعا اكتشف ان ده غلط بعد كده. هو طبعا بداية ال5 سنين دي مهمة ان احنا نقدم فيها كويس. لكن جه واحد بعد كده اسمه اريك اريكسون قال لا يعني انا وانا كبير كده مش مسؤول على اللي انا فيه، بتصرف بنتاج اللي انا عشته. طب انا حياتي كانت صعبه لاني كنت عايش مع جوز امي والكلام ده، فممكن اعمل ادلت واربي نفسي. عشان كده سمى نفسه اريك اريكسون يعني اريك ابن اريك. وقعد قال لك الانسان ليس شجره، لو اتحط في بيئه صحراويه الشجره هتعمل ايه؟ هتبقى ضعيفه مش هتقدر تتحرك. لكن الانسان ليس شجره، لو اتحط في بيئه متلخبطه او اتربى بطريقه غلط يقدر يعمل نضوج لنفسه، يقدر يعيد نفسه من جديد. ف احيانا كثيرا اقول لنفسي بلاش المثاليه اللي بربي ولادي عليها، انهم يواجهوا بعض المشاكل وتعليم بعض الاباء بعض العادات الخاطئه. مثل ضربك اضربه، بقول لابني روح اشتكي الاول. بصوا شوفوا هقول لكم حاجه، اللي ضربك اضربه دي ايه؟ اقوال بقت معتقد صح؟ ولغايه دلوقتي ملهاش حل. عارفين ليه؟ عشان احنا بنفكر بالبيرنت بالمعتقدات دي. يعني هي في حاجه اسمها اللي ضربك اضربه؟ مش فاهم يعني ايه بالمعنى. افهمكم بقى جايه منها الخطوره ازاي وازاي تحلوا بعض المشكلات. اللي ضربك اضربه معناها ان انا بلبس نظاره، معتقد اللي يضربني يعمل فيه ايه؟ اضربه. يبقى انا كده بتحط في مواقف بحتار فيها. ليه؟ لاني اللي ضربني ده كان زميلي كده من 2 3 يومين بنلعب مع بعض ماتش كور، اضربه؟ لا، اللي ضربني ده لانه زميلي قبل كده، اروح اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقول له تضربني ليه؟ اعده لان ليه كلام معاه. يبقى انا لما البس بقى نظاره اسمها اللي ضربني اضربه، اروح انا حافظ مش فاهم زميلي اللي كنت بلعب معاه بقى لي 2 اسبوع، اروح ماسكه ضربه صح؟ وابقى علاقاتي كلها بايظه. ما انا حافظ مش فاهم، هو اللي ضربني اضربه. فده واحد بلعب معاه قبل كده فده اعده. واحد تاني اروح اقول له مثلا طب انت يعني ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل انت خدت القلم بتاعي ففهمه. واحد تالت اروح اشتكيه. واحد تالت اطنشه خالص لان اصلا هو يعني مش في الحسبان بتاعي، انا مجرد ان اشوفه دلوقتي وانتهت. واحد تالت ههدده، واحد بعديه هضربه. وانا هو بقى انت مش كل يوم تضربني صح ولا ايه؟ وممكن اقول لبابا بابا يساندني يقول لك رايح مدرسه وسنده. ما خبره بقيت اعرف اعمل ايه؟ يعني مش نضاره واحده بلبسها، انا ده اعاتبه وده اشتكيه وده طنش وده افوت وده اهدده وده اضربه وده ابعد عنه وده نبقى مع بعض اشوف مجموعه اصحاب. هي كده. فيجي حد اقدر اعلم حد يضربك اضربه؟ ما هو حسب الموقف. يبقى اذا ادلت ناضج بيقيس بيقرا الاحداث، لكن اسميه كده يتحط في حير ما يتحط يروح منفذ على طول. طب هيخسر صح؟ وهيبقى ردوده مبالغ فيها في موقف مش مبالغ فيه، وهيتلخبط ويبقى مش فاهم يصاحب ولا ما يصاحبش ولا مش اصحاب صح؟ فهمنا؟ اوكي. بعد كده بيقول هل مجتمعنا المجتمع الشرقي هو السبب في تفاخر الاشخاص بفعل بعض الافعال السيئه؟ طيب ما احنا حسب المجتمع وعلى حسب الناس. هنا برضو النضوج بتاعي الوقت. انا بسال سؤال، هو انا على حسب الناس؟ ما هو ربنا يسوع في يوحنا 17 قال ايه؟ قال لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. يعني احنا موقفنا انت مستني الدنيا تبقى كويسه عشان ابقى كويس، يبقى عمرك ما هتبقى كويس لان العالم وضع في الشرير، ربنا لم يكذب عليهم. فاهمين القصه دي؟ فهو في ناس كده، دي ناس احنا محتاجين ننضج اكتر، ندفع الثمن ومسؤوليه ان انا اخد موقف مختلف وادفع ثمن ومسؤوليه ابقى فرحان بيه. اللي هي قلت لكم لو انتم خدتوا بالكم في 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 موسى، بصوا لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى. شوفوا الثمن اللي دفعه ان يذل مع شعب الله
يسلم على شعب الله على التمتع بالخطيه. يعني هو كان عنده فرصه انه يعيش في قصر فرعون، لكن هو اختار موقفه من العالم رغم ان في تحدي ان يذل حاسبا عار المسيح اللي هو العار بتاع اللي هو يعني حاجه انت مقفل، انت غبي، انت مش هي دي اللي بتحب تقلمها، انت مش مصاحبه. ستي كلميه بس هو عشان يشبع احتياجك، او زميل صديق، ونقعد نغير الاسماء وكلمها عادي. وطبعا تتقلب القصص الى لخبطه وحاجات سيئه، ويجي الواحد يقول لك انا ما كنتش متوقع ان انا اعمل كده وبتاع. لا، هي تعمل كده وكنت عارف. ما تحكيش على نفسك، ما خطيه. هو ايه؟ ليس الاثنان بعد ايه؟ اثنين بالجسد واحد، خلاص خروج من الجسد ما فيهاش حاجه اسمها كده. فطبعا انا بختار موقفي من العالم، انا مالي العالم يعتبره يعني بيفتخر بالافعال السيئه، انا مالي. هذا العالم وضع في الشبير وفي دينونه. هو مفيش دينونه؟ في دينونه. طب حتى لو مفيش دينونه، سوري يعني مجازي، انما اكيد في دينونه، لكن هم فرحانين؟ مش فرحانين. طب انت عايز تعيش زيهم ليه؟ ما يتفخر هو، ما هو الكتاب المقدس قال ايه؟ فخرهم في خزيهم. فهي امال هيبتدي يعمل لك ايه؟ هيقول لك انا وحش؟ لا، هيخليك انت وحش. لو دخلت معاه في الصراع او في مقارنات انت اللي هتبوظ، لان المعاشرات الرياضيه تفسد اخلاقك. جيد؟ الرجال اللي ضرب ولا قتل يتفخر بذلك، من هو المسؤول عن ذلك؟ هو المسؤول عن ده، لان هو في صوره الله، وهو القتل والحاجات دي معروف. مهما كان ان دفعوه كده معلش، لكن هو مسؤول ويدان عن هذا. اوكي؟ والا بقى كل الناس مش مسؤوله. لا، انت وانا، واول خطوه حتى في المشروع يقول لك انت انسان، اذا انت مسؤول. ولو انت مش مسؤول ازاي؟ انت مسؤول لان الله تكلم معانا بامور كتير واشباه شتى، وعلمنا وقد وضعت امامك طريق الموت وطريق الحياه، فاختار الحياه لكي تحيا. لا لا لا، مفيش حد يقول لك انا اتظلمت، باين طريق ربنا واضح. اوكي؟ في اي اسئله تاني؟ دكتور اندرو اتفضل. ممكن تيجي هنا؟ السؤال كأب وكخادم، كخادم الأول، أنا بيجي لي الولد بعد كل المراحل دي، يعني في أي مرحلة فيهم، وعليا إن أنا يعني أشيل كل اللي فات ده، وأنا بشوفه مثلا مرة في الأسبوع، أتعامل معاه إزاي؟ وجاي بقى بتقسيم معين. تاني حاجة، لو أنا كأب أو في آباء أولادهم مثلا مش بيشوف المثالية فيهم، يعني هو مفيش أيضا قدامه، أنا أم مثلا وعندي جوزي ما عندوش الايدل، يعني شايف ان جوزي بيعمل حاجات غلط، والام مثلا او العكس، الاب شايف الام بتعمل حاجات غلط. فالاب او الام يعملوا ايه لما يشوفوا ان واحد منهم بيعمل حاجات غلط ومؤثر على الولد؟ فاهم؟ اول سؤال، بس خليك واقف معايا شويه ممكن، او قاعد جنبي ده عشان ما تقفش كتير. اول سؤال بتقول انا كخادم اعمل ايه بعد كل ده؟ انا كخادم يا جماعه معلش مش هحمل الخدام، الدور مش بتاعي. أنا خادم، دوري محدود قد كده، ساعة معاهم محدود. أنا هقدر أعمل كل الحاجات دي؟ ما أقدرش، لازم كلنا مع بعض. لكن أعمل إيه؟ لكن عليا دور برضو أهتم بإن أنا أكون أمين في الساعة دي، وأقدم كل ما عندي. أزود الساعة يبقى أحسن، بس بيحصل إيه؟ جميل جميل، بس أنا عايز نعمل توازن بس، علشان إحنا ساعات بنجمعها على الخدام، والخدام يجمعوها على الأهالي. يقول لك ما لو كان في خدمه في الكنيسه الولد ما ضاعش. لا، انتوا مؤثرين اكتر، البيت اكتر. معلش، احنا دورنا حلو، وفعلا في ناس تقول لك انا ما انساش الخادم كان معايا وبتاع، بيبقى مؤثر، بس انا كخادم هعمل دوري على قد. لو انا اتحملت او خدت دور مش بتاعي اكبر شويه، انا هبقى مضغوط ومش هبقى ناجح. عارفين ليه؟ لان لما باخد دور مش بتاعي، ما هو انا عشان انجح في دوري لازم يكون عندي حاجتين، سلطه وايه؟ انت في الشغل لما يدوك سلطه على مجموعه من العمال لازم يكون عندك ايه؟ مسؤوليه. اوكي، يعني مثلا قال لك العمال دول يجوا يشتغلوا 10 عمال الساعه 10 لغايه الساعه 8، ماشي، انا مسؤول عنهم،
طيب ماشي. طب افرض واحد جه الساعه 12 بالليل او الساعه متاخر ساعتين، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اجازيه. يبقى لازم يكون مع السلطه نوع من الايه؟ من الادوات اللي معايا اقدر اعمل بيها حاجه. فالخادم معاه ادوات ضعيف، ادوات قليله، صح؟ فانا لو خدت اكبر من دوري اللي هي دور بابا او دور ماما، ما انا معيش ادوات، انا هحرمه مصروف، انا هقول له ما تنزلش، مش هقول له طفي النت. بس احيانا محبه المخدوم للخادم بتخليه بيطيع اكتر ما بيطيع اهله. ده حقيقي. وطبعا ما ننساش جانب تاني مهم قوي، عمل روح ربنا في الخدام وقد ايه انه ممكن يؤثر وينقذ ويساند وهكذا. لكن احنا بس بنتكلم، ينبغي ان نتكلم في هذه ولا نترك ايه؟ تلك. روح ربنا، ربنا بيدي معونه ويساند ويدي نعمه. يعني ربنا بشكل كامل يقعد مع واحد يلاقيه اتغير، اوكي ماشي، بس لازم كلنا نشترك مع بعض. طب ما روح الله اللي موجود في الخادم ده ما موجود فيكي كأم، يعني انت حطوها في الخادم بس ليه؟ مش بدافع عن الخادم، هو الخادم ليه دور، بس انا بقول لكم وهو روح الله اللي بيأثر بالكلام وكلمة الله، ما هي بتاعتك انت كمان ولا مش بتاعتك؟ محبة، المحبة الجميلة اللي هي روحية بين الولد والخادم، ما هي المحبة دي ثمرة اسمها الروح القدس، ما تكون معاك ولا انتوا بره الروح القدس؟ انا اسف انا بكلمكم بصراحه. طب ما انت برضه مدعو، ما انت ليك السماء وليك حاجات كبيره جميله. لكن الخادم يعمل ايه بقى؟ لو تحمل فوق طاقته فوق الحاجات دي هيتلخبط ويتخبط، لانه ما عندوش ادوات، مسؤوليته في حته معينه. كون امين فيها واعملها بدور كويس وادي ارشاد وقوي المحبه والصداقه. يعني الخدام مثلا كان في المؤتمر اول امبارح، كلهم حب، واتكلمنا عن امور صعبه جدا فعلا كان ممكن يكون الاهل مش عارفين يتكلموا فيها. خبرات يمكن الاهل ولا يعني هنا اتكلموا عن موضوع الجنسيه والمثليه وفتحنا مع الاولاد وسمعناهم كلهم، يمكن قد يكون الاهل ما عندهمش الخبرات دي. ايوه هنساندكم، لكن انتوا ليكوا دور، البيت اساسي. فانا كخادم يا دكتور اودر اعمل ايه؟ اعمل دوري كويس قوي. لو زودت عليه هتلخبط، لو قللت منه هكون غير امين. لو زودت عليه هتلخبط ليه؟ لان ما عنديش ادوات بعد كده. لكن اعمل دوري، درس كويس، محبه صادقه، افتقاد حقيقي، وقعده كويسه ومسانده، وصلاه من اجلهم. طب لو لقيت حاجات من دي ممكن توجيهات بقى الام والاب ويعملوا ايه وياخدوا مشروط ايه ويعملوا ايه ويخلي بالهم من ايه بس، لكن مش هقدر ان انا اخد دور الاب او الام. طيب حاضر اسمعك. هسمعك حاضر. النقطة الثانية انه الأم لقت ان الأب مش مساندها والاثنين برضه، نرجع تاني لحاجة جميلة قوي. ايه اللي في ايدي اعمله؟ دوري اعمله بإيه؟ بأمانة. وربنا ينزل الأمانة دي هيساندك. ولو عمليا بقى لقيت حد ممكن يقبله هذا الزوج أو هذا الطرف انه يتفاهم معاه زي أبونا أو كخادم أو حد، يكون ماشي اعمل كده. أو لو جت فرصة ان انا اتفاهم اقول له الأمر ده بيضايق الأولاد، خلينا نخليه بعيد عن الأولاد، لو اتقبل بعض الأمور ماشي. بس خلي بالكم في حاجة اسمها الزن الصحي، بس خلي بالكم مش الزن أقعد أقول، لا، ان انا أقعد أتصرف بطريقة سليمة، مش أغيظه، مش أغيظ الطرف الآخر. أقول له أنا يعني مثلا إيه؟ أم بتقول لجوزها مثلا، زوجة بتقول لجوزها أنت طول عمرك سايبني لوحدي ومع أصحابك. شايفين التريجر اللي حصل؟ أنت أول ما عمل الإشارة دي إشارة إيه؟ متسجلة فين في الدماغ؟ اتهام. طب هي بتقول له إيه؟ ورا الجملة دي إيه؟ أنا عايز خليك معايا، شفتوا؟ خليك معايا. طب انا قالتها ازاي؟ انت طول عمرك سيبني لوحدي مع اصحابك، فانت اتهام. على طول المشاوره دي ياخد الموقف التاني دفاعا عن نفسه، طول عمرك ظلم. طب انا كنت عند مامتك الاسبوع اللي فات وكنا مش عارف ايه وهكذا. فعشان كده اللغه برضه بتاعتنا استخدم الاي مسج، انا محتاج انك تقعد معايا النهارده، انا محتاج انك تسمعني عشان الاولاد عايزين كذا، مش انت ما بتسمعنيش والاولاد هيضيعوا. خناقه على طول. فاذا انا برجع برضه الامور دي، طبعا اتكلم بكلام سريع عشان الوقت طبعا مش عارف. يعني في اسئله تاني ممكن كده؟ اتفضل.
انت مش فارقه مني وعارفه كده مش مساعد مش عارفين نقول له نعمل ايه؟ نختار حد له ثقل يكلم الاب والام، ابونا خادم كبير، بلاش خادمه الاسره. لو انا خادمه الاسره ورايح اتكلم معاه الاب والام وهو مش متفاهم هيصطدم معايا ويتقطع الخط بيني وبين البيت ده، فممكن حد تاني. الشخص اللي له ثقه اللي انا قلت عليه ده سواء ابونا او بتاع بيبلغه ويقول له ما تعملش كده، ده بيني وبينك عايزين نتصرف. نعم لازم الاهل طبعا لازم يعرفوا، لازم يعرفوا. اوكي بيجوا بيشوفوا الناس حواليهم اشمعنى فلان بيعمل كذا، اشمعنى مامة فلان بتعمل كذا، اشمعنى احنا بس اللي انتي مضيقه علينا مثلا كموبايل بفاميلي لينك وحاجات مقفوله وكلام من ده، اشمعنى احنا دايما دي بتبقى حواليه من الكنيسه صحابه في الكنيسه صحابه في المدرسه، بيبقى شايف ان كل الاهالي بتبقى يعني سامحه للعيال اكتر. اول حاجه هراجع نفسي انا عملت الحاجات الصح اللي انا عايز اعملها معاه ازاي، هل امرته ام تفهمت معاه، دي واحد. النقطه الثانيه هقول له طب ايه رايك انت عملت، قول اشمعنى، طب انا قصدي ايه من الحاجات دي، قصدي ايه، قصدي ان انا ضايقك ولا قصدي ان انا اراقب او احجم النت اللي فيه لخبطه، ايه رايك، هيقول ايه. لكن المشكله ان احنا بناخد موقف الدفاع عن النفس، فموقف الدفاع عن النفس انا برضو حافظ انه اول ما حد يقول لي حاجه فيها نقد في انطباع عندي اخد ايه؟ موقف الدفاع عن نفسي على طول. لكن انا هاخد موقف تاني اكثر ندوبا، التفهم. حبيبي انا عارف ان انت متضايق بس انا تفتكر عامل كده ليه؟ اقعد فكر، مش عايز تجاوبني دلوقتي انت انا ماليش دعوه، فكر وتعالى قول لي. انا عامل كده علشان كذا وكذا وكذا، طب اشمعنى هما؟ اوكي قد يكون هم ليهم تفكير تاني بس انا شايفه ده وشرحت لك وجهه نظري. وبعدين في حاجه تانيه، لما انا بعمل قناه مع ابني اسمها لا وغير ممكن بس عماله ماما وبابا على طول لا والحاجات دي، فانا عملت القناه معاهم كده ففي تصادم. لكن انا لازم اعمل حاجات تانيه بقى اكثر اتساعا. ايه هي؟ هنا اسمع كلامه مره مع اني ما كنتش عايز الموضوع، ده ما يحصلش في حاجه. وهنا اخد رايه، وهنا اخد قرار، وهنا احاسب، وهنا اتفاهم، اقول له هفكر، وهنا اقول طب كمان شويه، طب ندور على حل ثالث. في نظارات كتير لما اخدها، لكن لما باخد اتجاه واحد بس كده واول ما يكلمني عشان عارف ان انا صح قضيت صح بس بدافع عن نفسي بس هو مش فاهم كده، فانا هاخد ليه عملت كده. النقطه الثانيه انه الحاجات دي بتفتموا على كلمة اشمعنى. ما هو برضو مهما عملت لو الإنسان في قلبه كلمة اشمعنى دي، ما هو مهما أخد هيقول إيه؟ خلاص بلاش سقف بقى، فلازم يكون تعلم القناعة الأمر ده. طيب أنا بشكركم جدا 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 وأسف لو كنت طولت عليكم، شكرا. نشكر استاذ ناجي على تعبك وعلى محبتك وعلى الموضوع القيم ده، كلنا يمكن دخل جوانا ان احنا مؤثرين جدا في اولادنا حتى من غير ما نتكلم، في نظراتنا في انطباعاتنا في تصرفاتنا في سلوكياتنا. فان شاء الله ان شاء الله نكمل الموضوع تاني الشهر الجاي، هيبقى يوم 29/8 بنعمه ربنا او 30/9 بعد عيد العذراء ناخد موضوع تاني ان شاء الله بنعمه ربنا الشهر الجاي. نشكرك استاذ ناجي على محبتك. تفضل وانصلي.